بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا أمور كتير جدا نتكلم فيها، وفي فقرة جديدة كمان لحضراتكم أتمنى اللي هي تعجبكم، هنتكلم فيها بعد شوية. لكن خلونا في البداية الحمد لله نتكلم عن مباراة أفريقيا المهمة جدا، ومن هنا شعارنا الأسبوع كله أفريقيا أهلي. إن شاء الله الجهاز الفني واللاعبين قدها وقدود ويسعدونا ويصعدوا للمباراة النهائية، لأن أفريقيا وحشتنا جدا، وكأس العالم للأندية. مش هقول الجماهير موجودة، لأن بالفعل جماهير الأهلي موجودة، ومش هنقول جرب تدخل الاستاد، بل بالعكس جماهير الأهلي موجودة وجوه الاستاد. اللي انا ابتدي حلقه النهارده بجماهير النادي الاهلي العظيمه، هو ده الشكل المفروض نشوفه ان شاء الله امام النجم الساحلي. مش خمس دقائق ولا 10 دقائق، التسعين دقيقه زي ما عودتونا. الحماس في المدرج، المسانده، الدعم للجهاز الفني واللعيبه جوه الملعب، لان انا في المباريات دي خليني اقول لحضراتكم جماهير الاهلي هي اللاعب رقم واحد. ومدربين كتير ومؤتمرات كتير الكل كان بيقول جماهير الاهلي هزت لعيبتي، فمن هنا حبيت ان انا ابتدي الحلقه بجماهير الاهلي العظيمه اللي قاتلنا عشان يبقوا موجودين. مش 50,000، ولا قاتلنا عشان الاستاد يتفتح بالكامل او استاد برج العرب يبقى موجود فيه كل جماهير النادي الاهلي العظيمه. لازم نتحمل المسؤوليه مع بعض كاعلام اهلاوي وكجماهير النادي الاهلي، واللاعبين وروح الفانيلا الحمراء لازم تبقى موجوده. من هنا نصايحنا اللي طول الوقت بنقولها للجماهير، الكل عمل اللي عليه، سواء مسؤولين اللي احنا بنشكرهم، كمان الكل عمل اللي عليه كاعلام وضغط جماهيرك تبقى موجوده، كمان دورك المهم جدا لا مكان الا للتشجيع في مباراه النجم الساحلي. لازم تبقى عامل مساعد، لازم لما تحس كمان بخبره جماهيرنا الكبيره، جماهير الاهلي دي يا جماعه جماهير عظيمه. جماهير متحمله مسؤوليه طول الوقت، عارفه هي لما ودي نصيحتي كمان من ضمن الحاجات اللي قلناها امبارح هنكمل النهارده، لما تلاقي اداء فرقتك بيحصل هبوط ده واقعي جدا ومنطقي، مفيش فرقه في العالم 90 دقيقه تبقى في حاله ضغط، 90 دقيقه بتبقى فرص بتضيع كل سنتين، مفيش فريق في العالم كده. اللي بيخليه كده كل اهلاوي جدع هيبقى في المدرج، وكل اهلاوي بيتفرج في بيته. لكن انا هنا بخص اللي هيبقى موجود في الاستاد، عليك دور كبير جدا 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 من اول دقيقه. الدعم للعيبه لما تلاقي الاداء الفني بيهبط شويه انت تفوق من تاني. اتذكر مواقف كتير الاداء حصل هبوط من ثالثه شمال، الملعب كله الناس كلها ما كانتش مصدقه، اللعيبه انتفضت جوه الملعب، جمهور الاهلي يحرك الصخر.
جمهور الاهلي يحرك الصخر. واحنا بنشوف جرب تدخل الاستاد الكلام مش كلام وخلاص، كلام ليه معاني. وانا ما كنت بقول لحضراتكم صوت الاهلاوي بألف صوت وبألفين وبتلات تلاف الاهلاوي، لانه بيلعب على بطولة، لانه عايز بطولة افريقيا وعايز يروح اليابان. فمن هنا ما ينفعش مدرج يصدر احباط. ما شفتهاش، ما شفتهاش على مدار تاريخ النادي الاهلي. الاهلاويه بيحبوا ناديهم، الاهلاويه ما لهمش في حاجه غير الاهلي يكسب. على فكره مش عايز اخرج بره الموضوع، لكن دورنا اللي نقدم نصايح. على فكره في اهلاويه ما لهمش دعوه مين هنا في البوزيشن دوت، ومين هنا مدير امن النادي، ومين هنا مدير تنفيذي للنادي. في اهلاويه كده بيحب النادي الاهلي ملوش دعوه بامور كتير، لكن في ناس بتحب تهتم بكل حاجه داخل ناديها، وبتغضب في حاله لما بتشوف بعض الامور اللي هي تضايقها، وبتبقى فرحانه جدا لما النادي الاهلي يبقى في الطبيعي بتاعه. ده كلام منطقي، لكن الاغلبيه العظمى ملهاش دعوه باللي انتوا بتشوفوه والحاجات الكتير جدا جدا واللغط الموجود، لانهم بيحبوا الاهلي من قلبهم، بيحبوا الاهلي اكتر من اي حاجه في حياتهم صدقوني. فمن هنا الحلقه النهارده فيها امور كتير جدا هنتكلم فيها كالعاده، ولكن مهم جدا زي ما بنقاتل على جمهورنا. انا عارف ان جمهور الاهلي واعي، وعارف ان جمهور الاهلي مش مستني نصيحه، وعارف ان جمهور النادي الاهلي ده عارف رايح هيعمل ايه. لكن نزود، مش عايزين يتقال لجمهور الاهلي عمل مشكله، لان الكل، ودي حقيقه الامر، الكل منتظر جمهور الاهلي يحصل غلطه شفته. لا استنى، لا مش عايزين جماهير، انا بقول لكم الحقيقه. لكن لا تخيل بقى تكمل المنظر الرائع اللي عملتوه من السنه اللي فاتت في كل المباريات، وفي مباراه حتى الدوري ال100 150 اللي كان بيروح، بعد كده مباراه افريقيا الالتزام والانضباط، المباراه الخارجيه كل سفير في تونس وغير تونس كان بيشيد بجمهور الاهلي الموجود والتشجيع، وكان بيتفاجئ مش مصدق اللي في ناس بتسافر كده وبتحب الاهلي بالشكل ده. لا الكل يصدق، لان جمهور الاهلي جدعان ورجاله، وده واجبنا، واجبنا افريقيا يا اهلي. جرب تدخل الاستاد اربع حروف الاغنيه الجميله اللي بتخلي اللعبه تتحرك من ثالثه شمال وعلى الحلوه والمره، كل الحاجات الجميله دي لازم تقوم بيها اللعيبه من اول دقيقه. اللعيب اللي عليه كلام كتير تناديه ومره واثنين وثلاثه عشان تفوقه وتحمله المسؤوليه معاك عشان يفرحك. لكن تخيل لو العكس، اللاعب بقى ينزل فقد الثقه، يبقى قدامه زميله، واللي فقد الثقه بخبرتي بيبقى قدامه اتنين زمايله مش واحد، ما بيشوفهمش، والله ما بيشوفهم، ما بيشوفهمش، عشان بيبقى في ضغط، متحمل مسؤوليه زياده عن اللزوم، حماس زياده عن اللزوم، خايف من النقد برضه، لان العيب كده طول الوقت. لعيب الكوره لما بتقول له كلمه حلوه بتلاقي معنوياته مرتفعه، لما يلاقي مسانده معنوياته بترتفع اكتر، لكن لما بيحس ان جمهوره مش راضي عنه هو حاسس. فانا بدي له رساله، انا اللي بفوقك، انا اللي بحب الاهلي وبروح وراه كل مكان، انا اللي بفوقك. هو ده مهم جدا جدا، نصيحتنا لجمهورنا. ابتديت النهارده وكل يوم بنبتدي بيكم، لان هي دي نوعيه برنامجنا، نتكلم عن جماهيرنا ونتكلم على دعمكم. واتمنى التتش يفتح ويبقى الجماهير تروح تشحن بطاريات اللعيبه والجهاز الفني، تدي باور زي المره اللي فاتت في مباراه الترجي، عملنا اعجاز في كره القدم. الكل كان بيصدر احباط للكابتن حسام البدري، البعض بلاش الكل، والبعض كان بيصدر احباط للاعبين، لا بقى صعب، لا الترجي فريق قوي، الترجي مش عارف ايه. الصوره دي الجميله، جمهور حسام يا بدري، افريقيا يا اهلي، الله عليكم، الله عليكم يا جمهور الاهلي عظيم. احنا بنعيد الرسائل، بنشحن البطاريات معاكم. الاهلي في قبل نهايه بطوله افريقيا بيقابل فريق محترم، بيقابل فريق قوي، لازم تحترم الخصم، ولما تحترم الخصم بتبقى مباراه سهله وتكسبه. افريقيا يا بدري، افريقيا، مش بنحط ضغط على كابتن حسام ولا على اللعيبه. عالم كره القدم، اعمل اللي عليك، اتعب، اعرق، العب بروح فانيلة النادي الاهلي، وبعدين هتلاقي الجمهور بيحييك وبيسقف لك وبيحترمك وعلى كل مجهود انت عملت. فمن هنا برضو رسالة تانية للعيبة، شيل الضغوط من عليك خالص، دي مباراة كرة القدم جزء منها كبير المتعة والاصرار والعزيمة والالتزام والانضباط.
لكن طول ما روح الفانيلا الحمراء موجوده انا عمري ما اخاف على النادي الاهلي. جمهور شريف اكرامي مسانده دعم رايحه له مخصوص بتقول له انا معاك، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله وكان النقد اللي كان بيتعرض له قبل كده. راح شريف عمل مباراه رائعه في مباراه الترجي. هي دي الصوره اللي نتمنى طول الوقت نشوفها ونشوفها في استاد برج العرب. جمهورنا داعم، جمهورنا مساند، جمهورنا هيبقى عامل الفوز ان شاء الله، خصوصا اللي هيبقى العدد كبير والمدرجات كلها مفتوحه والناس كلها بتساعد اللي جماهير الاهلي تبقى موجوده، لان في حاجه كويسه بنقول وقت النقد نقد والوقت اللي يبقى فيه حاجه محترمه مشرفه. فدوركم يا جماهير النادي الاهلي، محدش يروح وما يشجعش الاهلي، محدش يروح وينسى اللي فيه. اللعيبه محتاجاه جوه الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. مباراه مهمه لينا كلنا، عايزين بطوله افريقيا وحشتنا. تخيلوا ثاني وثالث ورابع منتخب مصر في كاس العالم والنادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله، وكمان بيروح كاس العالم. يبقى هنا الرياضه هي البسمه، هي الفرحه، هي الانتصار، هي السعاده، هي اللي بتنسي الناس همومها، وهو ده اللي احنا بنقوله. الرياضه اللي بتنزل الناس كلها بعالم مصر في الشارع، الرياضه اللي بتنزل جماهير الاهلي في العشرة 15 سنه الاخيره فرحان طول الوقت، عنده تشبع من البطولات. مش ما ما بيخسر سنه وياخد اربع سنين، مش الاهلي اللي بيخسر سنه واثنين وثلاثه واربعه، بجمهوره بمعالجه الاخطاء، بلاعبته الرجاله والوفره العدديه اللي موجوده من اللاعبين، بجهاز فني بيتحمل مسؤولياته وبيظهر كويس جدا في المباريات الكبيره. دي كانت البدايه النهارده في الحلقه، بدايه لجمهورنا. خلونا كمان نروح نطير سريعا ل مراسل قناة النادي الأهلي زميلي أمير هشام. أمير برحب بيك، طمني على الفريق، الحالة المعنوية، اللي حصل في التدريب النهاردة. تحياتي ليك يا كابتن فادي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني طبعا في البداية خليني أقول لك إن الفريق جاهز بشكل كبير جدا إن شاء الله، سواء من الناحية المعنوية، الناحية النفسية، الناحية البدنية، الناحية الفنية، كل النواحي طبعا، كل جوانب النادي الأهلي جاهز بشكل كبير إن شاء الله لأداء مباراة قوية أمام فريق النجم الساحلي في إياب دور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهي إن شاء الله هتكون خطوة مهمة جدا جدا إن شاء الله لينا كلنا في التأهل لدور النهائي، ومن ثم تحقيق هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. لكن بالتحديد نبتدي بمران الأهلي النهارده، وقبل المران كان في محاضرة من كابتن حسام البدري، وهي محاضرة معتادة. كابتن حسام البدري زي ما إحنا عارفين بيعتمد دايما على المحاضرات لتوصيل فكر اللاعبين وأيضا لشرح نقاط القوة والضعف في أي فريق بيواجهه النادي الأهلي. النهارده بالتحديد كانت محاضرة بالفيديو لآخر مباراة ما بين الأهلي والنجم الساحلي هناك في السوسة، واللي انتهت بفوز النجم الساحلي 2-1، واتكلم فيها كابتن حسام البدري عن بعض الجوانب، وصل فيها طبعا وجهة نظره بالنسبة للاعبين إن شاء الله عشان يقدروا إن هم ينفذوا كل الرؤية اللي شايفها كابتن حسام البدري في مباراة العودة. بعد كده التدريب ابتدى كابتن مشادي بالتحديد الساعة 5 مساء. طبعا كالعاده تدريب معتاد، بعض الجوانب البدنيه، بعض تدريبات الكره، لكن الاهم هو التقسيمه اللي كانت في الاخر، وهي كانت تقسيمه قويه جدا شارك فيها جميع اللاعبين. بالمناسبه طبعا النهارده شارك كل اللاعبين في تدريب واحد. امبارح كان الفريق مقسم لجزئين، خصوصا بعد انتهاء مباراه الرجاء والنادي الاهلي اول امبارح واللي قدر النادي الاهلي فيها، فبالتالي امبارح كان في تدريب استشفائي. النهارده كل لاعبي النادي الاهلي كانوا موجودين في تدريب واحد وادوا تدريبات بشكل قوي جدا، خصوصا التقسيمه اللي شارك فيها جميع العناصر، وبالتحديد عايز اخص طبعا كل من عبد الله السعيد، وليد سليمان، شريف اكرامي، هشام محمد، كله شارك النهارده في التقسيمه بشكل جيد جدا، وده شيء مبشر يا كابتن شادي ان شاء الله قبل هذه المباراه، مباراه النجم الساحلي، ومدى جاهزيه جميع اللاعبين. طبعا عبد الله النهارده بيأدي تدريبات بشكل قوي جدا، سواء التدريبات البدنيه او التقسيمه، نفس الحال بالنسبه لوليد سليمان، خلاص اصبح جاهز بنسبه 100% طبعا لمباراه النجم. شريف اكرامي تعافى تماما من الاجهاد اللي كان عنده والاجهاد اللي كان بالتحديد في العضله الضامه، بالنسبه لشريف اكرامي جاهز خلاص النهارده اتمرن تدريبات قويه مع كابتن طارق سليمان وطبعا بقيه حراس النادي الاهلي. هشام محمد لسه طبعا في حرص بالنسبه لبعض التدخلات وبعض الالتحامات خلال التدريبات والتقسيم بالتحديد، لكن ان شاء الله يعني في احتمال ان هشام محمد يكون متاح للجهاز الفني، في احتمال ان هو يحصل على
التصريح الطبي بالنسبه للشام ان هو شارك مباراه النجم، لكن في كل الاحوال جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير للمباراه دي يا كابتن شادي. خليني اقول لك ان اللي غاب عن التدريب النهارده هو بس احمد عادل عبد المنعم بسبب البرد اللي عنده برد شديد شويه النهارده لليوم الثاني على التوالي. احمد عادل عبد المنعم مش متواجد، ونتمنى له طبعا ان هو يتعافى سريعا، لكن فيما عدا ذلك جميع اللاعبين بيأدوا تدريبات قويه جدا وبشكل جيد جدا، وباين يعني ان هم مركزين بشكل كبير يا كابتن شادي، خصوصا ان كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين دايما هو ان احنا خلاص وصلنا لمرحله مهمه جدا جدا في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مش هينفع ان احنا نتنازل عن البطوله. احنا عارفين الهدف الرئيسي دايما او الاساسي دايما بالنسبه للنادي الاهلي في اي بطوله بيشارك فيها هو احراز اللقب، فبالتالي مباراه او بطوله دوري ابطال افريقيا هي اهم بطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وهو الهدف الرئيسي جمهور النادي الاهلي دايما بيبحث عنه كل سنه. بقى لنا 4 سنين عمر ما نخش البطوله دي، لكن ان شاء الله في تفاؤل كبير جدا ان شاء الله النادي الاهلي يتخطى عقبه بعديها ان شاء الله نركز في المباراه النهائيه ايا كان مين اللي النادي الاهلي هيواجهه ونحقق البطوله دي، عشان كمان مش بطوله بس وحشتنا، لا كاس العالم الانديه اللي احنا متعودين دايما ان احنا نروحه اكيد وحش كل جمهور النادي الاهلي. كابتن شادي امير الترتيبات بقى هسالك نفس السؤال كمان قبل ما اقول لك السفر امتى. الترتيبات او السؤال المعتاد المهم جدا نعرفه، وده بيبقى فيه امانه مع المشاهد، لان انا زي ما قلت لك انت وزمايلك بتبقوا موجودين بتتكلموا مع اللعيبه بتبقى عارف الروح المعنويه وحاله التركيز للاعبين. الطبيعي لما بيسال كده يقول لك التركيز في اعلى مستوى، والوشوش بتقول ايه يا امين؟ الوشوش واضح عليها جديه جدا يا كابتن شادي، زي ما قلت لك ان هم خلاص اللعيبه مدركين جيدا جدا ان هم وصلوا لمرحله مهمه جدا ومرحله فاصله جدا في البطوله، واكيد هم مدركين مدى اهميه البطوله دي عند جمهور النادي الاهلي، بالتالي هم يعني حتى هم بيجروا حوالين الملعب او حاجه مفيش كلام كتير، هو خلاص التركيز بقى في المباراه، العد التنازلي خلاص ابتدى بالنسبه للمباراه، فبالتالي خلاص كل لاعبي النادي الاهلي عندهم كل الخبرات الكافيه بضروره التركيز قبل المباراه، ويمكن يومين ثلاثه خلاص على المباراه، فبالتالي كل لاعبي النادي الاهلي يا كابتن شادي مركزين بشكل كبير جدا ان شاء الله ان هم يحققوا البطوله دي، مش بس هو مش هدفهم الفوز في المباراه دي، لا ان شاء الله النادي الاهلي او اللعيبه بالتحديد واخدين المباراه دي كخطوه مهمه نحو اللقب ان شاء الله نرجع دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ايضا على البرنامج بقى الخاص ايوه ده مهم جدا يا امير، ده مهم جدا. خليني اقول لك طبعا كان في تفكير ان النادي الاهلي يسافر بكره اسكندريه ويبقى في معسكر هناك قبل الماتش بيومين، لكن الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام قرروا تعديل موعد السفر، فالسفر بقى بكره الاول في تدريب الساعه 4:30 بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد دي برضه هيبقى في محاضره. بعد بكره ان شاء الله هيكون في تدريب اخر للنادي الاهلي الجمعه هيكون الساعه 4:30 برضه، بعديه مباشره هيتم التوجه لمدينه الاسكندريه وبالتحديد احد الفنادق القريبه من استاد الجيش ببرج العرب للاستعداد لهذه المباراه، وهيبقى ناقص بس مران اخير هو مران يوم السبت ان شاء الله، واللي هيستعد من خلاله ان شاء الله النادي الاهلي لاداء هذه المباراه المهمه ان شاء الله يوم الاحد الساعه اللي هتكون الساعه 7 مساء. بالنسبه للتشكيل لسه كابتن حسام ما استقرش على التشكيل بشكل كبير، خصوصا في ظل بعض الغيابات اللي يمكن تكون مؤثره او هي اكيد مؤثره بالنسبه للنادي الاهلي، سواء احمد فتحي او حسام عاشور، اثنين لعيبه خبرات كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اي حد بيلعب بفانيله النادي الاهلي اكيد هو قد المسؤوليه اكيد طبعا ان هو يعوض سواء غياب احمد فتحي او حسام عاشور، بالتالي كابتن حسام عنده بدائل كتير او عنده تفكير طبعا في تعويض اللاعبين دول سواء في نص الملعب بالتحديد، يعني احنا يمكن عاشور مصاب، احمد فتحي لو كان متواجد كان هيبقى متواجد في نص الملعب، لكن بسبب الايقاف مش هيكون متواجد. خليني اقول لك ان الاقرب في نص الملعب هيكون رامي ربيعه، لكن ده طبعا توقع، لكن لسه كابتن حسام ما استقرش او ممكن يكون مستقر لكن ما بانش لسه في التدريبات مين اللي هيعوض غياب حسام عاشور في نص الملعب، لكن ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي اي لعيب هيتلعب اي مركز هيأدي فيه اكيد بكل قوه ان شاء الله عشان يسعد كل جمهور النادي الاهلي اللي هيكون اخيرا في عدد يمكن بالنسبه لنا معقول شويه 50,000. احنا دايما بنطمح او دايما متعودين لما كان بيبقى فيه جمهور كان دايما جمهور النادي الاهلي بيملى الاستاد، لكن 50,000 اكيد هيكونوا مؤثرين جدا ان شاء الله من اللعيبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقدروا ان شاء الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك جدا جدا يا امير.
ده كان كلام مهم جدا من امير، طمنا على حاله الفريق دايما في البدايه. انا عارف جمهور النادي الاهلي بيحب لعبته، بيحب جهازه الفني، بيحب يطمن على كل اللعيبه خصوصا المصابين. عبد الله السعيد الحمد لله على السلامه، بيشارك في التدريب النهارده، كمان وليد سليمان الحمد لله على السلامه، شريف اكرامي الحمد لله على السلامه، وهشام محمد لعيبه مهمه جدا في ظل غياب اثنين من العناصر المهمه جدا احمد فتحي وحسام عاشور. لكن في مباريات تبقى مباراه اللعيبه، المدير الفني بيحط خطوط عريضة، بيحط سيناريو المباراة، بيحط استراتيجية تلعب بيها وتتغير أثناء المباراة، كل ده احنا عارفينه. ولكن مباراة بنطالب اللعيبة من غير ضغوط، والكلام ده ما يحطش ضغوط على اللعيبة. جمهورك ده عامل مساعد ليك وعامل مساند ليك، وعمره ما بيبقى ضدك. عشان البعض يجي يقول لك بقى بنلعب ممكن الجمهور يبقى يعني مش عارف في ايه، مفيش حاجة اسمها كده. جمهورك بيروح استاد برج العرب هو عامل مساعد، بيبعد عنك الضغط مش بيضغطك ابدا صدقوني. ولازم تحط هدف ودافع. انا عارف ده شغل الكابتن حسام، واسمح لنا اللي احنا نقول الجمله دي. اكيد في الكواليس الكابتن حسام الدوافع اللي بيخلقها للعيبه، بص لجمهورك روحه مبسوط، روحه سعيد، اتحمل مسؤوليه جمهورك. ده الكلام ده بيخلي اللعيب بينزل بباور غير طبيعي. وفي فرق بين الحماس الزائد واللي انا ابقى مركز وهادي. المباراه دي محتاجه هدوء وصبر. الصبر بيجي اللي انت وارد، انت مطالب بهدف هيجي ان شاء الله بمساعده جمهورك باللعيبه الرجاله بجهازك الفني، ولكن الصبر وعدم الحماس الزائد. جمهورنا مره تانية وثالثه ومليون عليكم دور مهم جدا جدا جدا. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور الاهلي جمهور محترم، جمهور النادي الاهلي راح يساند فرقته، جمهور النادي الاهلي هيبقى موجود ان شاء الله والاهلي على منصة التتويج. نروح نشوف زميلي هشام محيسن مجهز لنا تقرير ورسائل الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، نروح نشوفه ونرجع لحضرتك. القلب أصبح أنت الوفا، والقلب أصبح لك أوطانه، وأنت الرجاء لمن يضيق بزمانه، وأنت العناء لمن ذوى فيك عدوانه، وأنت الفخر ينزح وتجلس مكانه، أنت حقا مصدر الفخر والسعادة، ودائما ما تكون على العهد والوعد. هكذا هو لسان حال جماهير القلعة الحمراء تجاه الفريق الكروي الأول، والتي تترقب المباراة الهامة والمصيرية حينما يلتقي مع نظيره النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة العودة للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولا شك أن حلم التتويج بالأميرة الأفريقية أصبح يحوم حول عقول وقلوب عشاق المارد الأحمر في كل الأماكن. دائما ما تظهر قوة المارد الأحمر في المواقف الصعبة، ولعل آخرها الفوز الأسطوري على الترجي التونسي في عكر داره بهدفين مقابل هدف. كتيبة أبناء حسام البدري المدير الفني تدرك جيدا أهمية المرحلة، ومن دون تفكير فإن عبور عقبة النجم الساحلي تحتاج لثلاث رسائل هامة. الأولى للاعبين: الفرصة مواتية أمامكم لتسجيل تاريخ فريد داخل سجلات القارة السمراء. لديكم الخبرة والمهارة التي تؤهلكم لإنجاز هذا الأمر، فضلا أن ثقتنا العمياء في رجولتكم وقدراتكم الفنية والبدنية لتحقيق الفوز على بطل تونس في القاهرة. وتوجيه رسالة شديدة اللهجة تؤكد عودة فارس أفريقيا الحقيقي للسيطرة على الأميرة الأفريقية كأكثر ناد متوج باللقب القاري. وهنا تأتي الرسالة الثانية إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن القدير حسام البدري والجهاز الكفء المعاون له. نعلم تماما حجم الضغوط الملقاة على عاتقكم منذ أن توليتم المهمة الفنية، وكنتم خير منقذ لسفينة القلعة الحمراء، فقد عاد الأهلي معكم إلى احتكار البطولات المحلية، والأهم نطلب منكم البطولة الأفريقية. الأمر صعب، نعلم ذلك جيدا، ولكنه ليس مستحيل. على جهاز فني يضم كوكبة متلألئة من النجوم التدريبية. ولعل الرسالة الثالثة إلى العامل الأكبر والأبرز الذي سيقود الفريق إلى تحقيق الفوز بإذن الله،
إلى الجماهير الأهلوية العظيمة التي ستحضر المباراة من المدرجات، وهو موقعكم الطبيعي والذي اشتاق إليكم كثيرا. زئيركم اللاعب الأول في تشكيلة الفريق، كنتم دائما وما زلتم النبرات الحقيقية وأصحاب البطولات التي تزين دولاب القلعة الحمراء. روح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر رمز البطوله. عشان كده الكلام في الاغنيه دي بالذات كلام مهم. روح الفانيلا الحمراء دي روح مين؟ مين اللي بيلعب في الملعب؟ اللاعبين بدون ضغوط وبدون ضغط زائد على، مفيش حاجه اسمها كده. كره القدم انت بتلعب في النادي الاهلي، نادي كبير فانيلته وقيمتها كبيره جدا جدا، جمهوره عظيم جاي يساندك يقف جنبك يشجع. ابذل مجهود، اعمل اللي عليك، نتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده. وكمان من ضمن النصائح اللي احنا بنقولها، احنا اتكلمنا عن صبر، اتكلمنا عن مباراة لازم يبقى فيها صبر، اتكلمنا عن دعم الجماهير، لازم برضو نتكلم في حاجات لازم نقولها وننصح اللعيبة بيها. اكيد اللعيبة الموجودة لعيبة كبيرة وعارفين اللي هم ليهم دور مع اللعيبة اللي انت لازم تتكلم. كابتن عماد متعب، الكابتن شريف اكرامي، الكابتن عبد الله السعيد، الكابتن وليد سليمان، لعيبه كبيره، وحسام عاشور حتى لو مش موجود يبقى ليه دور مهم، الكابتن احمد فتحي، اللعيبه الكبيره دورها الكلام. اما داخل الملعب لازم نسمع اللعيبه بتزعق، شريف اكرامي من ورا يساعد، يبقى دراع يمين المدرب، انت كاشف الملعب، كلم لعيبتك. لو واحد واقف وقفته في الملعب غلط، مجرد ما انت بتزعق بتمنع جون في ضربه ركنيه، مسك الناس كلها تبقى ماسكه، خصوصا الناس اللي ورا، تكلم الناس اللي في واجبات دفاعيه وسط الملعب، حد مأخر كده، لان انت بتلعب احيانا على ضغط جماعي قوي، فمجرد ما واحد يقل في الضغط بتاعه بوسط الضغط بتاع 6-7 لعيب. لو لقيت واحد من زميلك لسه ما كملش من بدري يكلمه. كره القدم جزء كبير جدا منها الكلام، والصوت يبقى عالي. كره القدم لعبه رجوله وخشونه وقوه من دون ما تأذي حد. والأهلي ملتزم بالروح الرياضية، رغم اللي ما حصلش معانا كده في المباراة هناك، والهدف مرة تانية ومليون، اللي أنا مش عايز حد ينسى الهدف اللي جه هناك، هدف ملوش علاقة بالفير بلاي خالص. ما تقوليش ده يطلعها هنا ولا ده يلعبها هنا، مفيش حاجة اسمها كده. طلعتها لك زي ما طلعها لك، ترجع لي الكورة، وده اللي بيحس عليه الاتحاد الدولي والفير بلاي اللي بنتكلم عنه. فالأهلي ما بيعملش كده، الأهلي بيكسب بشرف، بجهد، بعرق، بلعيبة رجالة وجهاز فني محترم وجماهير رايحة تقاتل لفرقتها إن شاء الله. ده كان كلامنا الأول كالعادة في البداية، عرفنا أخبار الفريق، اطمنا على الحالة الفنية، اطمنا على المجموعة اللي كانت مصابة ونزلوا التدريبات. بشكر الجهاز الطبي كمان، والجهاز كمان الكابتن خالد محمود، الدكتور خالد والمجموعة اللي معاه، الدكتور عبد المجيد والكابتن أنيس شعلاني والكابتن أبو العلا. ليه؟ لان لما بيحصل بعض حاجه او تيجي اصابه عضليه يا عيني، الناس دي بتشيل الليله، ودايما محدش بيذكرها غير مش عارف مين مصاب، الا ده ما رجعش، ده كالعاده السلبيه تاخد مساحه، ولما تبقى في حاجه كويسه والناس ترجع بسرعه بننسى نجيب نتكلم. لا، احنا ما بنعملش كده. الدكتور خالد محمود بذل مجهود كبير جدا مع عبد الله ومع وليد سليمان ومع هشام محمد، والحمد لله موجودين بسلامه، وشريف اكرام، الناس موجوده بتشارك النهارده، فدي حاجه محترمه. عشان كده بندي الجهاز الطبي للنادي الاهلي حقه ان شاء الله، بعماله، بموظفينه، بامنه، بجهازه الفني، بلاعبته، بجمهوره، اللي هي دي المنظومه، الترس عامل كده في النادي الاهلي. اللي يفرق يفرق، واللي يتكلم عن حد يخرجه من المنظومه، مش مشكله. خلينا افريقيا يا اهلي، وده الاهم، وبنراهن دايما على جمهور النادي الاهلي العظيم. قبل ما اروح للفقره اللي انا مجهزها النهارده مع مجموعه عمل محترمه، خلونا نروح للفقره المحببه ليكم، 100 سنه اهلي، نشوف بنكرم مين في فقره 100 سنه اهلي، ونرجع على حضرتك.
تمضي الأيام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو أحد أساطير الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، نجح في حفر اسمه بأحرف من الذهب والماس خلال تاريخ الكرة الطائرة داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما جمع بين الموهبة والمهارة ودماثة الخلق. هو موهبة الطائرة المصرية الفذة محمد مصلحي توفيق إبراهيم، من مواليد 7 يناير عام 72. بدأ مصلحي مشواره مع الكرة الطائرة في النادي الأهلي ناشئا عام 86 على يد المدرب جمعة عبد الحميد، وتوالى على تدريبه في الأهلي دكتور واجه حمدي وإبراهيم فخر الدين وفؤاد عبد السلام والنور عطية، وفي المنتخب المصري عزم مجاهد وتوفيق شهاب، ومثله الأعلى لاعب الأهلي السابق أحمد الشموتي. حصل مصلحي مع الأهلي على 10 بطولات دوري و8 كأس و6 بطولات دوري أفريقيا و6 بطولات كأس أفريقيا و4 بطولات عربية. لعب 350 مباراة دولية مع النادي والمنتخب، وحصل مع المنتخب على 4 بطولات أمم أفريقيا والألعاب الأفريقية عام 95 في زيمبابوي والألعاب العربية عام 97 في بيروت. حصل على أكثر من كأس شخصية، منها كأس أحسن ضارب في بطولة أفريقيا بالقاهرة عام 95، وكأس أحسن استقبال في بطولة أفريقيا 97 في القاهرة، وأحسن إرسال في البطولة العربية بالأردن عام 2001، وأحسن استقبال من الدوري المصري 2001، وأحسن لاعب في مصر عام 99 في استفتاء جريدة الكرة والملاعب. شارك في بطولتي العالم 98 في اليابان و2005 في الأرجنتين مع منتخب مصر، وشارك في بطولتي كأس العالم عام 95 و2003 باليابان وأولمبياد سيدني 2000. أرقام وإنجازات مصلحي مع النادي الأهلي كثيرة ومتنوعة، فهو لاعبا بالقلعة الحمراء لأكثر من 20 عاما وخاض أكثر من 350 مباراة دولية، كما حصل على العديد من الألقاب، أبرزها أفضل ضارب بأفريقيا عام 95 وأحسن استقبال بأفريقيا 97 وأحسن لاعب مصر عام 99 بحسب استفتاء الكرة والملاعب. حقا هو أسطورة لا تقل عن النجوم والأبطال الكروية على مدار تاريخ النادي الأهلي، ولهذا يعتبر محمد مصلحي حدوتة من حواديث القلعة الحمراء على مدار التاريخ والزمان. على المستوى الشخصي بعتز بفقرة 100 سنة أهلي، ودايما قلت لحضراتكم كتير جدا أن التكريم وانت عايش ده أهم حاجة، وهنا ثقافتنا حتى على مستوى مش مصر الوطن العربي أنت لازم تتكرم لما بتموت. نجمنا أبو تريكة قال كده من أسبوع، لكن الكلام ده احنا قلناه على مدار 4 سنين في البرنامج ده، قلنا لازم تتكرم
وبتروح معسكرات كتير، بترفع بطولات كتير، بتقاتل كتير، عايز تسعد جماهيرك. فالتكريم حتى لو في تقرير مدته 5 6 7 8 دقايق، اكيد الشخص اللي بيبقى فيها بيبقى فخور بده وفرحان بده. النهارده كان معانا واحد من نجوم كره الطائره، الكابتن، مش في الاهلي بس، في مصر كمان، الكابتن محمد مسلحي، لاعبا ومدرب، نجم كبير وهو لاعب، وحقق بطولات مع النادي الاهلي، تحمل مسؤوليه فانيله النادي الاهلي، النهارده مدرب مع النادي الاهلي، بيكسب بطوله افريقيا وبيحقق نتائج طيبه. عشان كده كمان هو معانا على الهاتف كابتن محمد مسلحي. كابتن محمد، بنرحب بيك في 100 سنه اهلي النهارده، وتكريم بسيط لحضرتك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن حضرتك؟ شرف كبير. متوقع استاذن حضرتك تتحرك بالتليفون كده كابتن محمد لو سمحت، في مشكله في الشبكه. كويس، اتفضل يا كابتن حضرتك على الهواء. نحاول كده يا جماعه. المفاجاه دي بالنسبه لي يعني. اتفضل يا كابتن. انت عامل لي مفاجاه طيبه جدا، وده النادي الاهلي، ومش غريب على النادي الاهلي ان هو يكرم ولاده حتى لو بخمس دقائق بس. الحمد لله انا انجازاتي مع النادي الاهلي كتير جدا، وده بفضل ربنا وبفضل النادي الاهلي طبعا، الحمد لله. سؤال معتاد في الفقره دي، اتعلمت ايه؟ مشوار كبير وحضرتك لاعب جوه الفريق ومن خلالها منتخب مصر، حدث ولا حرج، كمان مدير فني داخل النادي الاهلي، مشوار كبير، عمر كبير داخل النادي الاهلي. قول لنا يا كابتن محمد، اتعلمت ايه داخل النادي الاهلي؟ اهم حاجه في النادي الاهلي العزيمه والاصرار والالتزام الكامل بتعاليم النادي الاهلي وتقاليده اللي اتعلمتها وانا عندي 15 سنه. دي كانت اهم حاجه. اكتسبت نقاط عديده جدا جدا في النادي الاهلي، وسواء كان في جميع الالعاب يعني، دي انا بعتز بيها قوي قوي. انا ما لعبتش غير في النادي الاهلي، ما مرنتش غير في النادي الاهلي، 32 سنه في النادي الاهلي، وكون النادي الاهلي برضه يكرمني وبماتش اعتزال كويس جدا، واشتغلت 10 سنين مدرب عام مع مدربين عظام جدا، وفي الاخر خالص المجلس دوت الباشمهندس محمود طاهر اختاروني يعني كلهم ان انا ابقى اتحمل مسؤوليه الكره الطايره في النادي الاهلي. ده شرف كبير جدا ليا، وبحاول بقدر الامكان ان احنا في السنين ديت او السنه دي ان احنا نعتمد على اولاد النادي الاهلي، وهو ده اللي انا ان شاء الله بحاول اعمله، وربنا يسهل كده ونطلع شباب كده يحملوا اسم النادي الاهلي. كابتن محمد، هستغل وجود حضرتك معايا وطعم البطوله وانت لاعب، وانت بتحقق بطوله وانت لاعب ولا وانت مدرب، انه الافضل عندك؟ والله دي تختلف عن دي. انا وانا لاعب الواحد برضه ما بقاش، لان وانا مدرب تبقى حاجه يعني انا متحمل مسؤوليه كامله في الملعب، بحس ان انا المسؤول المسؤوليه كبيره جدا عن الفرقه كلها، عن نظامها، عن تدريبها، عن تغذيتها، عن كل حاجه. لكن انا وانا لعيب بتحمل مسؤوليه نفسي بس. فعلا مختلفة تماما، لكن طعم البطولة الأفريقية الأخيرة اللي احنا خدناها والنادي الأهلي خدها كان طعمها حلو قوي قوي قوي، إن أنا بتمني وآخد بطولة جامدة قوي زي دي. كابتن محمد، كلمة أخيرة تقول يا كابتن، ودايما بنتشرف بحضرتك، واحد فعلا للأمانة اللي يعرفك، وأنا الحمد لله يعني ادعي ان انا قريب من حضرتك شويه، حاجه مشرفه على مستوى الاخلاقيات، حابب تقول ايه في الاخر؟ اتفضل يا كابتن. والله انا كل اللي اتمناه ان الناس تحافظ على النادي الاهلي، هو ده اللي انا اتمناه، وتحافظ على اسمه وعلى تاريخه، هو ده اللي انا اتمناه في الفتره بالذات اللي احنا فيها دي. ربنا يوفق الجميع خدمه النادي الاهلي ويفضل اسمه عالي دايما. كابتن محمد مسلحي، نجم كره الطائره والمدير الفني لفريق الطايره بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك يا كابتن محمد، شكرا جزيلا، وده تكريم بسيط جدا جدا لحضرتك على مجهوداتك وجهدك وعرقك بفانله النادي الاهلي. عندنا كلام مهم جدا وفقره مهمه جدا، هنطلع فاصل سريع، لان قبل ما نقدم الفقره عايزين نقول لحضراتكم حاجه كده كالعاده ما بيننا واللي احنا بنفتح قلبنا لبعض. عندنا موضوعين مهمين عشان خاطر الاهلي، عشان خاطر الاهلي، زي ما كابتن محمد ختم بجمله جميله جدا، نحافظ على النادي الاهلي. نطلع فاصل سريع ونرجع لفقره الصندوق الاسود.
الشيلي وعزيز الاهلي وتوتو والجواري والخطيب وعادل هيكل ومختار مختار وزيزو وظهر الشيخ راس نعيم ظهر ابو زيد. مرحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي عندنا فقرة مهمة جدا. غيرنا اسم الفقرة من السهم الأحمر للصندوق الأسود. كمان قبل ما أتكلم فيها بشكر فريق عمل الجرافيك اللي عمل حاجة محترمة جدا مشرفة، أتمنى طول الوقت تنال إعجاب حضراتكم. قبل ما أتكلم في الفقرة عندي حاجتين بمنتهى السرعة. في وقت بيبان معدن ولاد النادي الأهلي، وفي وقت بيبان بتحب كيان النادي الأهلي ولا لأ. من هنا هفتح الانتخابات. اتكلمنا في خطوط عريضه قبل كده، ودورنا هيبقى هنا في الـ في الـ في البرنامج ده، وهنشتغل بمنتهى الحياديه. كمان كل واحد هيطلع يتكلم على حد كالعاده زي ما اتفقنا مع حضراتكم. اي واحد هيوجه اتهامات هنا ولا هنا، كلام مش مظبوط، اللي انا ده وحش وده حلو، وبعد كده ارجع على ده وحش وده حلو، مش ده غير مقبول بالمره، عشان حضراتكم تبقوا فاهمين. فمن هنا باب الترشح هيقفل يوم السبت، والاهلي عنده مباراه مهمه جدا 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 يوم الاحد. الكابتن حسام، عندنا قاعده في النادي الاهلي للكابتن حسام البدري وفرقته، ملهاش دعوه بالكلام ده خالص، وانا على ثقه بالكلام ده كله. بروباجندا كلام كتير، تنسى اللي فيه ماتش، اللي بيحب الاهلي ينتظر، واللي بيجيب اي حد على كرسي الاداره داخل النادي الاهلي هي جمعيته العموميه. هي جمعيته العموميه مش حد تاني، صدقوني. فمن هنا ما بنتكلمش، ما ينفعش نضغط على حد، ما ينفعش نتكلم في اي حاجه، لان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي محترمين، مثقفين، منهم في كل المناصب الكبيره جدا جدا جدا، منهم الدكاتره والمهندسين وكل حاجه. وكل حاجه محترمه. مش عايز اخوض في الكلام ده كتير، ولكن نفتكر ان الاهلي عنده ماتش مهم، عشان توقيت الانتخابات يوم السبت، والاهلي عنده ماتش الحد. اللي بيحب النادي الاهلي بجد يحط ده في الاعتبار لكله، والكل مره تانيه وثالثه ومليون، كلهم اللي نازلين ولاد النادي الاهلي، وكلهم محترمين، وكلهم مهذبين، وكلهم يقدروا يقودوا سفينه النادي الاهلي. لكن كلنا لازم نحط في اعتبارنا اللي فيه مباراة مهمة، ده الأهم، وده اللي أنا حبيت اللي أنا ألفت النظر بس من بدري لكل الناس ولكل المرشحين، وكمان لأعضاء جمعيتنا العمومية، وكمان لجماهيرنا الوفية المحترمة. والنقطة الأخيرة في الموضوع ده، ناس كتير بنشوفها اتكلمت كتير سنة واثنين وثلاثة واربعة، وخصوصا في السنتين الأخيرة، عن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. دول مننا ومعاهم كارنيه النادي الأهلي، يعني لونهم لوننا وروحهم روحنا، وحبهم للأهلي أكيد يعني ده. أنا مش عايز البعض يفرق، احنا كلنا واحد، الأهلوية كلنا واحد. لما بيتقال 70 مليون ما بيتصنفوش، ده الكل، العضو اللي مش عضو والبسيط والعامل والمهندس، ده الطبيعة اللي احنا بنقولها، وده الحق اللي احنا بنقوله، وده العدل اللي احنا بنقوله. اتقال عنهم شماسي وكراسي، دي كلمة تمس الكرامة، كلمة في منتهى قلة الذوق، في منتهى قلة الذوق. دي الحقيقة اللي لازم تتقال النهاردة. دلوقتي هي نفس الناس، الجمعية العمومية العظيمة، انت العظيمة؟ لا، معانا وانت بتقول هي بتقول عليها الأعضاء الجمعية مش كرسي وشمسية، ولا ايه؟ مش دي كلمة الحق؟ فما تجيش النهاردة نقعد بقى، واللي أنا بقول مش هو مش واحد اللي قالوا كده، كتير كتير كتير، وكنا بنسكت ونقول مش مشكلة نساند، يمكن المسار يتغير. لكن تيجي عند الانتخابات وتنسوا انتوا عملتوا ايه وقلتوا ايه على اللي مننا وعلى اللي بيمثلونا، ما هم جزء من النادي الأهلي، واحنا ننسى فجأة كده؟ لا. فاحنا هنا كل حد موعود بحاجة ولا في هدفه حاجة، هوري حضراتكم ايه اللي كان بيتقال من نفس الشخص، من نفس الشخص. دي واحد. الموضوع التاني المهم اللي عايز اتكلم فيه،
لما احنا بنعرض حاجه وبندافع عن نجومنا ورموزنا مش مشكلتنا احنا. الفكره اللي انا بقولها لحضراتكم اللي هي ايه؟ اللي هي دايما لما بتتكلم كلمه الحق وبقوه شويه فتعمل انتشار وتتشاف ويتحط بقى كلام على دي مش مشكلتنا احنا، احنا بنقول كلمه الحق وما بنعملش ما بنعملهاش تحت سياق اللي هي الاثاره ففي ناس تكتب ايه؟ مش عارف شادي محمد يهين مش عارف، احنا ما بنهينش حد وعمرنا ما بنهين، احنا بنحترم كل الناس حتى اللي احنا بننتقدهم وبننتقدهم باحترام. واتحدى تلاقوا لفظ هنا ولا جمله فيها اهانه، لكن احنا في حاجه اسمها نقد موضوعي وقوي مش ضعيف، لان بيتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه، وخصوصا لما يكون يمس واحد من رموز الرياضه في مصر محمد ابو تريكه. فالمنشتات اللي انا شفتها انا عن نفسي غير مقبول بالمره، اللي يتقال يهين في الحق فضايح مش عارف ايه، احنا ولا بنعمل لحد فضايح ولا اخلاقياتنا اللي اتعلمناها جوه النادي الاهلي ولا قناته اللي احنا نعمل ده، وكمان ولا بنهين حد، لان احنا ناس محترمه متربيين اتربينا في بيوتنا، والاهلي كمان علمنا حاجات كتير جدا جدا جدا. دلوقتي فقره الصندوق الاسود في حاجات فيها ولا منطق ولا عقل ولا توقيت صح، نروح نشوف اول صندوق معانا النهارده، اتفضل. الجريدة المحترمة جدا جدا الأهرام اليوم، واللي كاتب المقالة اللي أنا هقولها لحضراتكم الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، كاتب البدري جماهيرنا هي البطل في مواجهة النجم. الله ينور عليك، حاجة محترمة حاجة مشرفة، محدش يقدر يقول على ده. طيب الانقسام يضرب النادي بعد اشتباك الأمن مع الجماهير والأعضاء، مش موافق. أنا بحترمك جدا وبقدرك اللي أنت بتشتغل في مؤسسة كبيرة إحنا كلنا بنحترمها وما أقدرش أقول لك غير كده، لكن شغل السم في العسل اللي الأهلي عنده مباراة مهمة، ما أنت المنشط الأولاني جميل وزي الفل وبنحييك عليه، لكن الانقسام يضرب النادي الأهلي بعد اشتباك الأمن والجماهير والأعضاء طب السبب إيه؟ هقوله لحضراتكم بعد شوية. لا مش موافق حضرتك، لأن حضرتك بقالك أربع سنين أو أكتر من أربع سنين بتشخصن المواضيع وبتهاجم النادي الأهلي بدون وجه حق، بقالنا أربع سنين ما بنتكلمش، لكن جه الوقت اللي بنتكلم. بنسأل حضرتك بتعمل كده ليه؟ بتقول كده ليه؟ على ده مش المانشيت ده بس، وحبايب لحضراتكم كل حاجة عشان تعرفوه إحنا صح ولا الكلام ده غلط؟ جوه بقى الصفحة مكتوب إيه؟ كلام مهم جدا أختصره لحضراتكم. طيب مشهد مؤسف في مباراة النادي الأهلي والرجاء، اللي معنى كلامه ان الأمن أمن النادي الأهلي كان بيهتف للمرشحين اللي نازلين النادي الأهلي سواء المهندس محمود طاهر أو سواء الكابتن محمود الخطيب، وده أساسا ما حصلش، وده كلمة كذب دي في القانون اللي أنت لا طبيعية وعادية جدا، الكلام ده كذب، الكلام ده ما حصلش. عمال النادي الأهلي أو موظفينه أو أمن النادي ناس محترمة، ناس بسيطة، ناس غلابة بتروح تشوف شغلها وتروح بيتها، وحضرتك نسيت اللي هي بتروح بالساعة 10 11 12 الظهر، بتروح الساعة 10 11 بالليل، بدل ما نقول لهم شكرا طلعنا نقول عنهم بيهتفوا في المدرج. أنا مش عارف الكلام ده حصل ولا لأ، ولا أقول لكم أنا كنت موجود، بس لو أنا قلت لحضراتكم حاجة يبقى مش هتصدقوني او شهادتي مجروح. معانا الناقد الرياضي كان موجود من الملعب، الناقد الرياضي المحترم الاستاذ احمد نادر، برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بيك كابتن شادي وكل الساده المشاهدين. استاذ احمد، شهاده حق امام جماهير النادي الاهلي وامام كل مصر، حضرتك دايما بتبقى موجود في كل مباريات النادي الاهلي. انا
حاولت اللي تبقى معانا حد محايد مش من فريق عمل برنامج، لان في الجزء منه بيروح يغطي النادي الاهلي كتغطيه بعد المباراه. بسال حضرتك قولا واحدا سؤال بسيط وصغير، امن النادي الاهلي في المدرج وحضرتك بتتفرج في المباراه، قام شجع وهتف لاي حد داخل المباراه؟ امن النادي الاهلي؟ لا طبعا يا كابتن شادي، الكلام ده ما حصلش خالص، وكلنا كنا موجودين هناك وشاهدين على الواقع. اللي كان بيشجع واللي كان بيهتف هي بعض جماهير النادي الاهلي اللي كانت متواجده هناك. الحادثه بالظبط او اللي حصل بالظبط، الموقف اللي حصل ان جماهير قامت شجعت، في بعض الجماهير قامت حيوا الكابتن محمود، الكابتن المهندس محمود طاهر، ان هو قدر يزود عدد الجماهير في مباراه النجم القادمه. على فكره ما كانش الجماهير، كان واحد فقط. كان واحد فقط من الجماهير هو فعلا اللي قال كده، والناحيه الثانيه وكان قال ان هو بنحبك يا باشمهندس. الناحيه الثانيه مقصوره يمين هتف برضه بعد الجماهير اللي كانت موجوده هناك وقالوا بنحبك يا بيبو. وده اللي حصل بالظبط، والموضوع انتهى في وقتها خالص. ما حصلش خالص ان امن النادي الاهلي قام شجع او هام او قام هتف لحد خالص، لا طبعا ابدا الكلام ده ما حصلش، وانا كنت واحد من الناس اللي موجودين هناك وشاهدين على الواقع. استاذ حصل باختصار النقد الرياضي الاستاذ احمد نادر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ايه راي حضراتكم؟ الحمد لله بنجيب حد. انا اول مره قلت لهم هاتوا حد ما جاش ولا ضيف معانا من اللي كانوا بيغطوا المباراه. الاستاذ احمد نادر قال ايه راي حضراتكم في الكلام اللي مكتوب في الاهرام من الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم، اللي انا مره تانية بحترمك بقدرك، لكن حضرتك اربع سنين بتعمل ده، اربع سنين وما بنتكلمش. اقول لكم على حاجه، في مواقع وبعض الصحف معانا حاجات لو حضراتكم شفتوها ما بيحصلش اي حاجه فيها، عن صفقات عن مواقف قد كده هنوريها لحضراتكم، مش هنخبي على حضراتكم حاجه. ولكن ايه رايكم في اللي انتوا سمعتوه؟ اللي كان استاذ عبد الحكيم ابو عالم اللي كاتبه ده هو ما كانش في الملعب، ما بيروحش الملعب. انا كنت موجود وما شفتهوش في المباراه، لان على شمالنا بيقعد في مكان للساده الصحفيين والنقاد الرياضيين وكل القنوات، هو ما كانش موجود ولا كان موجود في اي حاجه كانت بتتكتب على النادي الاهلي قبل كده. ايه راي حضراتكم؟ طب الاخبار دي منين؟ مفيش غير الانترنت، وده كلام صحفي كبير في بحترمه في الاهرام بيستند على الانترنت، اللي حد قال معلومة بيروح لطرف على حساب طرف ونقول كده. انا بقول لحضراتكم تاني، الانقسام يضرب النادي بعد اشتباك الامن مع الجماهير. امن النادي بيبقى بره، امن النادي بيبقى من بره، ما بيبقاش قاعد جوه خالص غير واحد اتنين، والباقي كله بيستقبل الجماهير ويدخل الناس، بيشوف مع بيساعد وزارة الداخلية، بيساعد الضباط الموجودين، وده الكلام اللي احنا بنشوفه. ومعانا من شويه تاني وهرجع اكرر تاني الصحفي المحترم احمد نادر، الراجل قال لك ما حصلش وامن النادي ما كان. مش معنى امن النادي شغالين عليه ليه اليومين دول؟ ما تسيبوا الغلابه، ولا سبته كبير ولا صغير. الناس دي بسيطه، فرحتها الاهلي يكسب بيتصرف له شهر ولا شهرين ومعاه مرتب لا يتعدى 600 700 جنيه، حتى دول مش هترحموهم. بنحط نفسنا في موضع الشبهات ليه؟ بعمل كده بقالي أربع سنين ليه؟ أقول بصراحة، مجلة ولا برنامج ولا موقع رسمي؟ نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه إيه ونرجع لحضراتكم. متعب البدري، علاقة متوترة وطريق مسدود، والعناد سيد الموقف، من جريدة الوطن. كنت منتظر دعم، كنت منتظر الأهلي بيلعب باسم مصر تقول لي
افريقيا يا اهلي، جمهور الاهلي يملأ المدرجات لمساندة ودعم النادي الاهلي اللي بيمثل مصر. كنت منتظر شد حيلك يا بدري، كنت منتظر الاهلي سينتصر ان شاء الله. واحنا بلاش نحب بعض ليه؟ هو احنا هو الاهلي بيلعب باسم مصر بجد؟ هو في ايه؟ على فكره ما رضيتش في الجريده اجيب مانشيت تاني جنبها وكله ضرب ضرب من تحت الحزام ومش حاطط الاسم. ايه المدرسه دي؟ المدرسه دي عفى عليها الزمن. اللي قوي انا ما بحب اقول حاجه اطلع بشخصي، ما بجيبش حد من فريق العمل، انا خايف اقول حاجه فاجيبه خمس دقايق يقول ويمشي. اللي بيقول يتحمل مسؤوليه اللي بيقوله، وما رضيتش اجيب اللي جنبها على طول عشان اسم الصحفي مش موجود. فعيب. بنعمل كده ليه؟ ده مش اربع سنين، ده بس بقاله سنه ونص سنتين برضو قد كده نفس الكلام. ايه راي حضراتكم؟ مش الاول الاهلي عنده ماتش، ده خلاص ده الاهلي لعب الرجاء وعدى من الرجاء يومين ثلاثه ويا راجل كنت استنى عبد الله السعيد جاهز للمباراه اعلاميا واجيب تصريح من الدكتور، الناس مش عايزه تتعلم نعلمها اللي احنا اتعلمناه في مشوارنا. اتكلم اللي حسام عاشور خلاص مش هيلحق بالمباراه، من البديل؟ اطرح قضيه. حسام البدري بتوعد جمهورك بايه؟ هتعمل ايه؟ هشام محمد هيقدر ولا مش هيقدر؟ هل في التشكيل ولا لا؟ تساؤلات. لكن اكتب مقالات ضرب من تحت الحزام معلهاش اسم صحفي، ولما احط اسم الصحفي تقول لي موضوع يعمل فتنه؟ متعب نجم كبير والكابتن حسام البدري من افضل المدربين في مصر. احنا بندعمك يا كابتن حسام، احنا وكل الاهلاويه المحترمين. شد حيلك يا كابتن حسام، متعب اجتمع بفرقتك، مفيش وقت للخلاف، مفيش وقت للكلام. الاهلي محتاج يكسب بكل ولاده بكل جمهوره. الاوفياء هم دول السند الحقيقي، هم دول العمود الفقري، وهم دول اللي ما بتوعدوش بحاجه، وهم دول لما الاهلي بياخد بطوله زي ما نجوم الفريق قالوا كتير جدا، وهم دولت اللي ما بيطلع لهمش مكافاه بعد المباراه، هو بيبقى مبسوط بسعادته وابتسامته، والنجوم بترفع البطولات على مدار التاريخ، ولا بتوعدوا بحاجه ولا بيتقال لهم حاجه. بس مش هقول زي اللي قبله، يمكن نهدى، يمكن نهدى. واللي مش هيهدى ادي قدام حضراتكم هنجيب لكم. الاهلي عنده ماتش مهم، عنده ماتش مهم ونهائي نصف نهائي بطوله افريقيا، وجاي تقول لي حسام البدري وعماد متعب؟ يا اخي عيب، يا اخي عيب. افريقيا يا اهلي، يا جمهور الاهلي اقف معانا ضد الكلام دوت. بنطلبك، اه بنطلبك، بنطلب دعمك. مش هنبيعك، مش هنخونك، مش هنكذب عليك، مش هنكذب عليك، لكن ولا مستنين حاجه. اللي بيشتغل المهنه دي ضمير وشرف وقوة. هتزعل منه شوية، هتغضب منه شوية، لكن هتحترمه دلوقتي وقدام. نروح نشوف كمان الصندوق اللي بعد كده فيه. ده كارت احمر، الصندوق فتح على الكارت الاحمر. بننشر لحضراتكم، انا عايز كلكم تتابعوني في الموضوع ده، ولو سياده الوزير مش شايفنا حد يوصل له، ولو رئيس اللجنه الاولمبيه حد يوصل له الكلام اللي انا هقوله ده، لان الحمد لله لما بنناقش حاجه بنناقشها باخلاقياتنا وبنناقشها بالوضع اللي موجود فيها. فده الموضوع مهم جدا لحضراتكم تسمعونا فيه. مش هنطول، ولكن ضربة معلم من برنامج الكرة والجماهير. حضراتكم اللي قدامكم ده لائحة نادي بتروجيت، واتعمل اتذكر اللي انت حضرتك تعمل لائحتك وتعمل جمعية عمومية. ده اللي امام حضراتكم عشان تبقوا فاهمين، ده
الوقائع المصريه، ده اتنشر في الوقائع المصريه، دي لائحه نادي بتروجيت. لا، نادي بتروجيت هو ايه؟ نادي بتروجيت هو شركه وكمان نادي عضو في الجمعيه العموميه في اتحاد كره القدم. تاني، هو عضو في اتحاد كره القدم في الجمعيه العموميه. خلاص كده تمام. ارجع لي بقى عشان نشرح للناس وهم شايفيني، عشان خليكم فاكرين نادي بتروجيت عضو في الجمعيه العموميه. فلازم كان في الاعضاء اكتملوا، وبعد ما الاعضاء اكتملوا حطوا لائحتهم، ما مشوش على اللائحه الاسترشاديه. تمام، انا ماشي معاكم خطوه خطوه عشان تشوفوا الدنيا مش ماشيه سمك لبن تمر هندي، دي سلطه سلطه. شوفوا الحته دي فيها ايه. اتنشر الكلام ده في الوقائع المصريه، دي لائحه بتروجيت. طبعا بتروجيت ملوش علاقه بالموضوع، هتشوفوا دلوقتي حاجه كوميديه جدا. القانون اللي الكل بيقول حلو وانا بقول حلو، ايه رايكم؟ القانون حلو وزي الفل وجميل، ايه اهو بقول حلو مش هقول وحش. القانون فيه ايه؟ ما ينفعش اي مجلس اداره يجي بالتعيين. تاني، ما ينفعش اي مجلس اداره يجي بالتعيين. كان في ناس اعترضت كتير جدا اللي لازم يبقى فيه لوائح مختلفة ما بين الشركات والبنوك، الأندية اللي هي بنوك، وما بين الأندية زي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والأندية الشعبية. الناس طلبت بده، هم ما وافقوش، فبالتالي القانون بيطبق على الجميع يا دولة القانون يا سيادة الوزير. فاتوافق على اللائحة، ومفيش حاجة اسمها تعيين، لازم كل اللي يجي في كل الأندية لأنها عضو في الجمعية العمومية يجي بالانتخاب. لازم اللي يجي يجي منتخب. الناس راحت الجمعيه العموميه في بتروجيت وعملت لائحتها وتعين ناس. يا سياده الوزير، المجلس الاداره الموجود جاب التعيين. اسمعوا معايا بقى عشان ما تقولوش اللي انا بجيب من عندي، ده في الوقائع المصريه بيتقال ايه في الماده 42. يدير شؤون النادي مجلس اداره يصدر قرار بتعيينه، يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الشركة. يا فندم هنا لازم انتخاب، القانون بيقول ما ينفعش تعيين. أمال الأعضاء اللي جم تعظيم دور الأعضاء دول إيه؟ القانون بيقول لازم انتخابات، ما ينفعش حد يجي بالتعيين تاني. خلاص القانون ده خلاص روح سافر. القانون الجديد بيقول لازم في انتخابات في كل الانديه، خصوصا انت عضو جماعه عموميه. بصوا بقى الماده 42 بتقول ايه. يدير شؤون النادي مجلس اداره يصدر قرار بتعيينه، تعيينه يا سياده الوزير هنا المجلس اللي جيت عين، ادي واحد. الماده 44 بتقول ايه، مده مجلس الاداره 4 سنوات من تاريخ صدور قرار تعيينه. ده الماده 42 تعيين و44 تعيين. يا سيادة الوزير ازاي الكلام ده؟ الكلام ده مش مظبوط، مفيش حاجة في القانون الجديد، ده الكلام ده ضد القانون، ما ينفعش. ده انتوا اللي عاملين وبتقول خلاص مفيش حاجة اسمها تعيين تاني، احنا شلنا ايدينا، مفيش حاجة اسمها تعيين، في حاجة اسمها كله بالانتخابات. هنصحى امتى؟ بس احنا عرفنا ليه بقى. أنا ممكن أديك يا سيادة الوزير عشان تعرف الدنيا من ورا حضرتك بتمشي ازاي. لو انت مش عارف انا هقول لحضرتك، والله العظيم انا امين معاك جدا جدا جدا، وبحب بلدي ووطني قوي، وبحترم وطني جدا، وبحترم تراب وطني، وبحترم نادية، وبحترم حضرتك، وبحترم اللجنة الأولمبية، وبحترم كل الناس. عشان كده انا دوري الاعلام اقول كلمة الحق. الزيطة اللي بيقولوا تمام يا فندم دول معروفين للناس خلاص، صدقوني مهما عملوا ومهما شتموا اعضاء جماعتنا العموميه، ومهما مشوا ضد ناس مع ناس، ومهما عملوا حاجات في الكواليس هنحكي كل حاجه بس مش وقته كل ده، لكن انا دوري اقول لحضرتك الحقيقه، ودوري احترمكم طول الوقت واقول لكم خلي بالكم. فالقصه كلها يا فندم الكلام ده، ادي الكلام قدام حضراتكم عشان تبقوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي. ده مستند، ده الكلام ده في الوقائع الرسمية، ما جبتوش من عندي. الكلام ده يوم 28 سبتمبر، يوم 28. مش هنشوف، مش هنعرف، مش هنتابع. نزل بسرعة خلاص، خلينا نذبح الذبيحة بسرعة خلاص. احنا ذبحنا الاهلي،
دبحنا الاهلي وخلصنا بالرجاله بتوعنا في الاعلام والرجاله بتوعنا برده مش عارف فين، خلصنا دبحنا نخش نخلص بقى مع الرجاله. عارفين اللي حصل الكلام ده مشي ليه؟ في اخ اسمه مش عارف صبحي الششتاوي ولا حافظ الششتاوي، ابنه بيلعب وده معين من الوزاره جوه اللجنه الاولمبيه، ابنه بيلعب في بتروجيت. مش كنا خدناه الاهلي وخلصنا الموضوع يا جماعه ولا ايه؟ مش كنا جبناه ولعبناه في النادي؟ بس احنا ما بنعرفش الكلام ده. ما عندناش وسايط، ما عندناش محسوبيه. حضرتك لو سالت يا سياده الوزير من ورانا هتعرف الكلام ده حصل. ده في الوقائع الرسميه يا فندم. ده مكتوب تعيين تعيين تعيين. مكتوبه مرتين او ثلاثه. والقانون بيقول اللي لازم انتخابات ولازم نعظم دور الجامعات العموميات، مش دي الشفافيه؟ مش دي الحياديه؟ مش دي المسؤوليه؟ وكلنا نتحمل المسؤوليات. بحب انا الحاجات اللي هي ايه؟ الشفافيه، المسؤوليه، ايه المهلبيه، انا بحب الحاجات اللي فضفاضه اللي عشنا عليها سنين طويله. بس خلاص عرفنا نذبح الاهلي وعرفنا الناس اللي مش موجوده، خلاص مشوا الاتحادات اللي كانوا مزهقنا مش موجودين. تخيلوا سامح مباشر اللي ابنه توفى وهو بيحمل وطن بـ 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 او بيحمل وطن بالزي العسكري، والراجل ما بيشتغلش حاجه غير الشغلانه دي وسنه، ربنا يا رب يطول في عمره ويديله الصحه ويبارك في عمره. طلعناه بره في السن ده وابنه شهيد وطن. انا وانا بكلمه في التليفون الراجل كان ناقص يدمع، مش عايز احكي تفاصيل في السن ده، والله الواحد صعب عليه الموقف. كمان دكتور موجود حماد المصري جه قال كلمتين حق، يلا خد طلقه في دماغك، انت اتشطب من غير ما يعرف ولا قالوا له عملوا عليك وغيره. هتديه صوتك هتبقى موجود ومبروك عليك، وتكتل المندوب اللي بيروح خلصانه مخلصه. هي دي الشفافيه والديمقراطيه بقى اللي انا عرضته ده؟ احنا كمان وحشين؟ ده في الوقائع الرسميه يوم 28 سبتمبر. هو رئيس اللجنه الاولمبيه فين؟ بنطالب بتحقيق يا جماعه، ولا محدش ذبحنا النادي الاهلي خلاص؟ لا، محدش عارف يذبح الاهلي، هيكمل وهينتصر. طيب ايه كمان انا قلته امبارح وهرجع اكرره النهارده؟ الانتخابات اللجنه الاولمبيه هتتم على اللائحه بتاعه مين؟ هتتم على اللائحه بتاعه الكابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه القديمه، وخالد زين اللي هو مشي عليها. ده مالهمش ولا لائحه استرشاديه ولا اي حاجه، ولا ليهم، ده هيشتغلوا على القديم. والقديم بيقول ان مكتوب كده، مكتوب كده، القديم بيقول ان مفيش حاجه اسمها لائحه استرشاديه وممنوع تدخل اللجنه الاولمبيه في الانديه المنوط بها الاتحادات، ده دي اللائحه القديمه. يعني كله باطل في باطل؟ يا نهار ابيض. الحق الحق. في ناس هتشيل الشيلة، اللهم بلغت اللهم فشد، روح يا ابني للصندوق اللي بعد كده. ده حبيب قلبي بقى الاستاذ عمرو سليم، وحشتنا والله، وحش والله، انا من معجبينك وحضرتك دمك خفيف والله ما بهزر، وحشتنا. الكاريكاتير ده معناه ايه بقى؟ هو بيتريق من الاخر يعني، عشان الصوره قدام حضراتكم بيتريق على وليد ازار وتستاهر اللي انت بتراهن على شنبك عشان وليد ازارو يجيب جون يعني. فالراجل ما بيجيبش في حلق شنب، ده معنى الكاريكاتير الجميل. والله وحشتنا يا استاذ عمرو. طبعا انتوا عارفين هو بيشجع، انا مش هقول، بس ما شفتكش مره للنادي اللي انت بتنتمي له كتبت اي حاجه كده افيه يعني، رغم ان احنا بنكسب كل حاجه وما اشتريناش لعيبه كتير وماشيين دوري وكاس ونهائي بطوله ونصف نهائي بطوله افريقيا فاتمنى اللي حضرتك
يعني خد انديه تانية كده كتير يعني كل عدد الاهلي 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 ده في 18 نادي في الدوري. بس والله بتوحشنا صدق. انا مش انا يعني مش والله يعني. والجميل الدكتور عمرو كان معانا في السهم الاحمر على طول، لانه كان عدد على طول هو موجود وبيتريق على النادي الاهلي ولاعبته وجهازه الفني واحيانا جماهيره. بس النهارده بقى بشكل لها الجديد الصندوق الاسود والله بتوحشنا. ونتمنى في 18 فريق. وانا والله انا من معجبينك بالمناسبه، مش بتريق، وانا عارف ان حضرتك نجم كبير ومن الناس الرائعه في القصه دي، لكن يعني مش انا اترجى حضرتك يعني في ناخد اتنين نادين ونرجع للاهلي تاني. طب نشوف الاهانات اللي للحكام، طب نشوف الاهانات لعصام عبد الفتاح، طب نشوف في اي حاجه كاريكاتير للانسحابات كده. لو دي ماده ساخره جدا خلي بالك، وانا عارف ان انت عبقري في القصه دي. لا ما انا ما اقدرش املى على حضرتك حاجه، بس والله كنت وحشنا مره ثانيه. نروح نشوف دلوقتي فقره رد الجميل كالعاده، لينا نجوم ورموز واجب علينا اللي يكونوا موجودين معانا في كل حلقه، ونستقبل بعدها واحد من اللي حققوا بطولات افريقيا مع الكابتن مع النادي الاهلي الكابتن محمد صديق. أنا ابتديت نشاطي في كرة القدم بالنادي الأهلي من سن 12 سنة. كان أخويا الأكبر مني خدني ووداني النادي الأهلي، والمفروض كنت ساعتها بقى كان لسه السن بتاعي مفيش مسابقات، ولكن اللي شافني ساعتها الكابتن الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين وربنا يديله الصحة الكابتن فتحي نصير، وهم اللي كانوا القائمين على الناشئين ساعتها. بعد كده انتقلت من السن دون للسن اللي بعده اللي هو سن 14 سنة أو تحت 14 سنة، ودي كانت أول مسابقة تتعمل للسن ده. كان لسه أول مرة تتعمل مسابقة تحت 14 سنة. إحنا كان لنا الحظ الحمد لله إن إحنا كسبنا أول بطولة دي بالنسبة لسن 14 سنة. بعد كده انتقلت من فريق ال 14 سنة لسن الفريق اللي هو اللي بعده اللي هو 16 سنة. كان بيبقى المفروض أما بطلع من 14 سنة بيبقى لي سنتين، يعني بيبقى في ناس أكبر مني مثلا وإحنا بنبقى السن الأصغر منهم. كان مدرب بتاعي في الفترة دي كان كابتن سمير أبو السعود، وبعد كده الكابتن الله يرحمه الكابتن عواضين. طبعا برضو المسابقة برضو كانت من نصيبنا، والحقيقة إحنا كنا في الفترة دي كنا يعني ناشئين مميزين. الفرقة بتاعتنا دي كانت فرقة مميزة. السن اللي هو 19 سنة المسابقة اتغيرت من سن 18 سنة، السنة اللي بعدها بقت سن 19 سنة. السن 19 سنة دي كان المدرب كان الكابتن فتحي نصير، ودي كانت بداية ان الواحد يحس بقى ان هو فعلا مستوى مميز، وكان مهام خاصة وحاجات بقى كانت زينا زي الفيرست تيم. تحس ان احنا كبرنا فعلا، يعني كنا بنلعب ضد الفيرست تيم وكنا بنعمل معاهم نتائج كويسة جدا. في الوقت ده بقى كان مستر هيدوكوتي كان جه النادي وكان هو اللي ماسك الفيرست تيم. الفترة دي ابتدينا بقى يعني في اوقات كده بقينا نطلع مع الفيرست تيم نلعب معاهم ونشترك معاهم ونتدرب معاهم، لغاية اما جه في فترة من الفترات كان في كنت لسه ساعتها طالع من ال 20 سنة تقريبا او ال 21 سنة، وساعتها الكابتن او مستر هيدوكوتي كان اختار اسماء معينة، وانا كنت من ضمن الاسماء دي علشان نبتدي فتره الاعداد مع الفريق الاول. كان لي الشرف ان انا اتسجل من ضمن 26 لعيب
كان في جيل من احسن الاجيال اللي جت في مصر، كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، وكان كابتن فتحي مبروك وكابتن مصطفى يونس، ومش عايز انسى حد، كابتن صفت عبد الحليم ربنا يشفيه، وكان كابتن جمال عبد الحميد، وكان محمد كابتن محمد عامر، وكابتن محمود الخطيب، وكابتن مصطفى عبده. الحقيقه كان 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 جيل ليه احترامه، وكان جيل مميز. وفي الفتره دي يعني النادي الاهلي كان معاه لعيبه مميزه، وكان زحمه، كان فيه لعيبه كتير على مستوى عالي. والدليل على كده ان كان في الفتره دي كانوا بياخدوا 15 واحد تقريبا من النادي الاهلي في منتخب مصر. اللي لعب في النادي الاهلي ده يبقى له الشرف ان هو لعب في النادي الاهلي، وربنا يعني يوفق كل الناس اللي بتعمل في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده. ويا رب احنا حظنا حلو ان احنا في اليومين دول كده ربنا كرمنا ووصلنا كاس العالم، ودي كانت حاجه تفرح الناس كلها بغض النظر بقى، تفرح نادي الاهلي وتفرح نادي الزمالك وتفرح كل الانديه وتفرح كل الجماهير. انا كل لحظه عشتها في النادي الاهلي كانت من اسعد ايام حياتي. اول ايام سعيده بالنسبه لي ان انا اول ما تسجلت في النادي الاهلي، بدايتي ان انا دخلت النادي الاهلي. والاكثر سعاده بعد كده ان انا اتسجلت في الفريق الاول، وكنت من ضمن 26 لاعب متسجلين في الفيرستين، ودي كانت حاجه فرحتني جدا، لان انا كنت بجتهد. وليا ان انا اقول لك وافتخر ان انا لعبت 12 سنه في النادي الاهلي ما غبتش تمرينه، حتى في الوقت اللي انا كنت ببقى يعني عيان وتعبان ومش قادر، وكنت درجه حرارتي مرتفعه، ما كنتش بقول لحد ان انا درجه حرارتي مرتفعه ولا حاجه عشان خاطر ما غيبش عن التمرين. اصعب لحظه بالنسبه لي في اليوم اللي انا سبت النادي الاهلي، كنت اتمنى ان انا اكمل في النادي الاهلي، وكنت اتمنى اني او كنت عندي طموح ان انا ابقى لعيب من لعيبه النادي الاهلي الاساسيين في الفيرست تيم، واللي كانوا يعني يساعدني ان بعد كده ممكن انضم لمنتخب مصر. لكن انا بقول الحمد لله وكل شيء نصيب. رسالتي للاجيال ان هم اللي عايز يلعب ويبقى لعيب كبير ويكمل في كره القدم لازم يلتزم ولازم يجتهد ويعمل اللي عليه، والتوفيق بيبقى بتاع ربنا. نلتزم صحيا ونلتزم سلوكيا ونلتزم بالتدريبات ونلتزم بالتعليمات اللي بيديها لنا المدربين، وفي الاخر ربنا هيكافئنا.
بحضراتكم من جديد، والضيف النهارده ضيف عزيز اول مره يشرفنا، بس عايز قبل ما ابتدي معاه ليه تاريخ محترم جدا مع النادي الاهلي. لما نتكلم على ثالث كاس العالم للانديه كان موجود وبيشارك، خصوصا كمان في المباراه النهائيه. لما نتكلم على بطوله افريقيا كان موجود في مباراه الصفاقس اللي جماهير النادي الاهلي ما تنساهاش ابدا، ابتدى المباراه هنا وهناك. كمان لما نتكلم على سوبر افريقي، مباراه النجم الساحلي كان موجود مع زمايله وقدر كمان يجيبوا السوبر الافريقي من خارج الارض. لما نتكلم على دوري وكاس وسوبر مصري، لا كمان حققوا مع النادي الاهلي، عشان كده احنا مبسوطين اللي هو معانا النهارده كابتن محمد صديق. شرفتني ونورتني. اهلا بيك يا شادي. وسعيد ان انت تبقى موجوده كمان عشان نديك حقك، لان انت لبست فانيله النادي الاهلي وحققت بيها بطولات واسعدت جماهير النادي الاهلي. اهلا بيك يا شادي، وانا مبسوط طبعا ان انا معاك النهارده. وكنت عايز اقول لك سر كده صغير. فضل. انا اول مره اطلع على قناه النادي الاهلي منذ انشئت القناه. ليه بقى؟ تخيل. طب لا يعني هو أنا بيبقى دعوات كتير، بس بيبقى في فعلا انت مسافر، بيبقى في كنت مسافر بره مصر، قعدت فتره كبيره بره مصر، كنت ساعات ببقى شغلي الجديد هنا في مصر واخد وقت شويه بالنسبه لمواعيد البرامج. فبيبقى كان في سوء توفيق وسوء حظ مع المعدين في سواء عبد الحميد حسن موجود او محمد فاروق او انت ساعات. فالحمد لله النهارده يعني كانت فرصه كويسه ان انا التقي بيك النهارده. يعني صديق انا عندي كلام كتير جدا معاك واسرار هنقولها النهارده لاول مره، وانا مبسوط ان انت معانا. بس خليني قبل ما اتكلم انا عرفت ان انت موجود، قلت لهم انا هاجي في يوم تاني، انا هاجي في يوم تاني، خلوني بلاش هادي. اتفضل. طيب طمني عليك، بتعمل ايه دلوقتي؟ شغال ايه؟ دايما انا بقول حياه لاعب كره القدم ليها وقت وسن معين وبعد كده بتتجه لمجال تاني. انا طبعا بطلت في 2011 بعد اللي حصل في مصر من احداث يعني، وبعدين سافرت اشتغلت في نادي المقاولين. كنت رحت النادي الاهلي ايام كابتن محمد عامر، ولكن كان الوقت ساعتها كان شكلوا الجهاز فكان اتعرض عليا يعني في منصب يعني ما كانش ينفع ان انا ابقى متواجد فيه، وهو منصب اكتر منه اداري شويه. فانا كنت بحب الملعب من وانا صغير، وانا موجود في لعيب بحب الملعب يعني. طموحك عايز تدرب. فطبعا رفضت طبعا واشتغلت في نادي المقاولين شويه، ابتديت سافرت ليبيا وسافرت الكويت والسعوديه، وحققت الحمد لله القاب بره برضه كويسه على المستوى الشخصي. ورجعت لما رجعت مصر اشتغلت في نادي دجله ومنظومه محترمه جدا، وانا حاليا مدير فرع قطاع المدرسه في فرع اكتوبر الواحد هنا اهوت امام المدينه. مع حبيبك مانويل جوزيه. مانويل جوزيه هو المدير الفني ورانا في كل حته. فالحمد لله يعني بعتبر منظومه محترمه وفيها احترافيه وفيها منهجيه ان الواحد يتساعد على الواحد ان هو ينجح يعني. ربنا يوفقك. انت كنت لعيب محترم واخلاقك عاليه قبل كمان الفنيات، فربنا يوفقك ويوفق كمان الجيل ده. لازم كل الشباب ياخد فرصته، فالجميل الكفاح بيبتدي كده صدقني، بتبتدي من تحت وبعد كده ان شاء الله تروح في مكانه اكبر ومنتخبات. دي بدايه موفقه من وجهه نظري ان شاء الله يا شادي. يعني اتمنى زي ما انت بتقول كده ان يبقى في يعني توارث اجيال، الناس بتخش وناس بتطلع. لكن انا بشوفه الفتره الاخيره ان في ناس بطل كوره، حاضر هبطل كوره، انت كبرت مش قادر، خلاص انا هبطل كوره، في بعض ابطل كوره عشان ادرب. لا، انت ما عندكش خبرات لسه، عقبال ما تتدرب بيبقى عدى 50 سنه بتبقى مساعد مدرب، فانت لسه بدري لما تبقى مدير فني. مع ان دلوقتي الانديه بره في اوروبا كلها المدربين كلهم عارف ليه السنة. من وجهه نظري في ليه كله بره سنهم صغير، لان بيقعد يشتغل على الفنيات بس، معاه فريق عمل من لياقه بدنيه لحتى الجانب النفسي لكل حاجه لكل التفاصيل، وبيسيبوا له هو الفنيات فقط. عشان كده بنشوف زيدان، بنشوف مدربين كتير مش كبار. حتى المدربين اللي هم يعني اشتغلوا لوحدهم داخلين في الخمسين سنه كابتن شادي، يعني هم بيقولوا ان حسام حسن مدرب من كام سنه بيقولوا عليه مدرب شاب، مع ان حسام داخل في الخمسين سنه، مؤمن، إيهاب جلال مدرب، كل دول داخلين في الخمسين سنة. يعني احنا لازلنا برضو مسيطرين علينا فكر ان المدير الفني لازم يكون عدى 60 سنة عشان يبقى مدير فني. ما في احد المدربين كان ماسك في مكان مهم وسنه كبير قال لك ادينا الشباب الفرصة.
فانا عارف بس فمعلش يعني. وفي مدربين كبار طبعا مش عايزين ننكر دورهم طبعا، تعلمنا منهم تدريب وتعلمنا منهم الكوره طبعا، ومن غيرهم طبعا ما كانش ينفع ان يبقى في جيل تاني. ولكن طبعا انت عارف الحياه هي كده، لازم زي ما اللعيب بيبطل وبيدرب برضو المدرب الكبير بيجي عليه وقت معين وبنستفاد منه في مكان تاني يعني، بتكتسب من خبرته طبعا. طيب عايز ادردش معاك شويه قبل ما نتكلم عن مباراه النادي الاهلي والنجم، خصوصا زي ما انا قلت في البدايه لعبت في مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وحققت المركز الثالث على العالم، وهو بطوله كانت رائعه للنادي الاهلي. لعبت مباريات كتير في نهائي بطوله افريقيا الصفاقس هنا وهناك، لعبت اخذت دوري مع النادي الاهلي وانت بتلعب، اخذت كاس، اخذت سوبر افريقي، اخذت كمان سوبر محلي. عايز ادردش معاك بقى في البدايه، دايما الجماهير بتحب تسمع الذكريات والكواليس كده اللي محدش يعرفه، ايه التفاصيل قبل ما تنضم للنادي الاهلي؟ بص يا شادي، هو الفكره نفسها كانت مرفوضه من البدايه، يعني انت لا تتخيل ان انت، يمكن انا لما كنت في المقاولين وانت في الكروم لما كنا في المنتخب الاولمبي وكان النادي الاهلي عرض علينا وانت رحت من خلال الكروم وانا نادي المقاولين رفض في الوقت ده، كانت ممكن تبقى سهله شويه يعني. لكن تتخيل ان انت بتلعب في نادي منافس ونادي نادي كبير برضه، ونادي ليه جماهيره برضه، وكنت واخد بطولات معاه، فان انت تتخيل ان انت تقعد 5 سنين في نادي وبعدين تاخد قرار فجاه ان انت تروح نادي اكبر ونادي منافس ليه ونادي جماهير مصر وجماهير الوطن العربي وافريقيا كلها متابعه اخباره زي النادي الاهلي، نمره واحد وبطولات وكاس العالم ولاعيبه كبيره بتنضم كل موسم، كان بيبقى فيه لعيب واثنين مفاجاه من مفاجات النادي الاهلي لجماهيره. يعني احنا على مر 4 سنين في التواجد الفتره اللي انا دخلت فيها جايبين اكتر من 25 لعيب و25 لعيب نجم يعني كبير يعني. فطبعا لما النادي الاهلي يطلبك طبعا ايه اللي حصل في الكواليس؟ يعني هو في الكواليس شادي، يمكن كان في صديق ليا وصديق برضه للكابتن حسام البدري في الوقت ده، كان كابتن حسام بدري مدرب عام وكان مدير كوره في الوقت ده في الوقت دوت، وكان مستر مانويل جوزيه هو المدير الفني، وكلمني الصديق دوت وكلمني ايه، قال لي ايه رايك في الوقت ده، كان في يعني تغييرات كتيره في مجلس اداره نادي الزمالك وكان في مشاكل كتير وكان في لعيبه بتبطل ولعيبه بتمشي ولعيبه بتيجي على مش على مستوى نادي الزمالك. فانا على المستوى الشخصي يعني كنت خدت قرار ان انا امشي من نادي الزمالك، مسافر بره او هرجع نادي المقاولين تاني يعني، ده كان قراري الاخير يعني. لكن انا يعني يمكن الناس ما تعرفوش انا كنت لازم امشي في الوقت ده يعني، ما كنتش اقعد في نادي الزمالك. فطبعا لما مشيت طبعا لما كلمني محمود صاحبنا دوت، مش لازم بقى محمود قررت تمشي عشان المشاكل اللي انت حكيتها دي، انا قررت امشي خلاص. لكن في الوقت ده كان في حاجه معاك شخصيه؟ لا خالص يعني، هو كان يعني عقود بتتغير وعقود بتيجي كبيره وانا عقدي بيخلص ومحدش بيكلمك وانت بتلعب اساسي وبتنخب مصر ولعب البطولات كلها واخد بطولات معاهم كتير، وفوجئ ان هم يعني معامله يعني ما كانتش على مستوى العطاء اللي انا قدمته لنادي الزمالك. ولكن مش عايزين نتكلم على النادي الزمالك، نادي كبير ونادي محترم، وكان فتره طبعا وبدات فتره جديده تماما مع نادي الاهلي. الوسيط قعد معاك؟ الوسيط لما قعد معايا طبعا كان في مشاكل كبيره، قال لي ايه رايك تلعب في نادي الاهلي؟ قلت له يعني انا مش عايز تهريج في الكلام دوت، لكن كان في لسه مباراه شغاله يعني، فمن فضلك مش عايز اتكلم في حاجه زي كده. ففي مشاكل وفي وسيط بيكلمني، في مشاكل كتير وفي وسيط بيكلمني. ابتديت الفكره شادي تكبر. انت قلت بيضحك عليك معنى كلامك اللي انت مش يعني لا انا عارف ان هو صديق شخصي للكابتن حسام بس، لكن ما اعرفش ان هو بيكلمني. فلقيته بيكلمني مره قال لي على فكره وعشان يسالك يبقى كده الكابتن حسام اللي قايل له. اللي انا عرفته بعد كده ان الكابتن حسام كان قايل له على صديق وطارق واعتقد كان شيكابالا وعبد الواحد السيد في الوقت ده. فقلت له انا مش عايز اهرر في حاجه زي كده ولسه الموسم طويل وكده. فوجئت بيه لا بيكلمني بقى بمنتهى الجديه. ابتديت افكر، ابتدى في مشاكل، انا عقدي بيخلص، مفيش رئيس نادي، رئيس نادي بيتغير ورئيس نادي بيجي. التوقيت ده ما كانش فيه رئيس نادي.
لا كان في رئيس نادي كل شويه يعني، كان في مش عايز اقول اسامي، كان في متواجد رئيس نادي وبعد كده يحصل طعن في رئيس نادي يجي جديد، بعد كده الوزير يغير الرئيس دوت فيجيب وزير، ما كانش في استقرار اداري ولا استقرار فني على تغيير الاجهزه الفنيه وتغيير واستقدام لعيبه دون المستوى في الفتره ديت. فطبعا انا كان لعيب طبعا زي ما سبت نادي المقاولين، وكان القرار ان انا ابن المقاولين العرب ان انا احترف في نادي الزمالك، خدت قرار برضو ان انا امشي من نادي الزمالك واروح النادي الاهلي، وكانت بدايه طبعا في هو جاء عرض عليك خلاص انت قعدت بقى مع كابتن حسام ولا انا إيه؟ انا قعدت مع كابتن حسام، كان في شهر رمضان، كان قبل مباراه كان في مباراه وبعد في الكاس وبعد كده مباراه الزمالك واهلي، يمكن خلصت اعتقد 0-0 قبل المباراه اللي هي الاخيره برضو بتاعه الزمالك والاهلي. قلت ايه في القعده؟ لا هو كابتن حسام انا قاعد شادي يعني ايه، انا مش مصدق ان انا يعني فاهم من هنا لهنا ممكن يعني. انا كنت وانا صغير، انت كنت تروح الاهلي وانا صغير، وانت صغير وانا صغير ويعدي سنين طويله، بعد سنين طويله النادي الاهلي يطلبني وانا كبير وعندي 27 سنه، فطبعا يعني يعني بقول لنفسي يعني الخطوه اتاخرت 8 سنين او 9 سنين، فلعله يعني قلت ايه خير يعني. بس اللي انا مش سامع حاجه خالص، انا كل اللي سامعه ان القعده تنتهي وكابتن حسام ايه رايك، هقول له اوكي مفيش مشاكل يعني، حتى الفلوس ما اتكلمناش في فلوس خالص، ما اتكلمناش في اي حاجه في اي تفاصيل يعني. قال لي صديق الراجل عايزك، خواجه عايزك مستر مانويل، وهو سال عليك فينجادا، كان برضه مستر مانويل سال مستر فينجادا كان مدرب الزمالك، وفينجادا اتكلم عليا بمستوى الحمد لله كويس وقال لي تلعب في النادي الاهلي والناس منتظرينك ويا ريت ترد علينا بمنتهى السرعه يعني، لان احنا داخلين على مرحله كبيره وبنعمل فريق كبير فطبعا في الفتره دي يا شادي طبعا انت يعني في تشوك في دماغك يعني ما بين الزمالك والاهلي، والاهلي طبعا كان الزمالك بيمر بفتره صعبه جدا في حياته، والنادي الاهلي طبعا كان ابتدى يعني من بدايه 2005 في استقدام لعيبه، بتتكلم 5 و6 و7 و8 توقيت الفريق، فاي حد في مصر في الوقت دوت كان ما كانش يقدر يرفض النادي الاهلي في الوقت ده، مجموعه اللاعبين والمدير يعني الفني لما تلعب مع لما تلعب مع حضري ومع شادي وجمعه والنحاس والشاطر والله يرحمه كابتن محمد عبد الوهاب، الله يرحمه محمد عبد الوهاب وجلبرتو حسن وفلافيو وشوقي ومتعب يعني لعيبه على مستوى عالي، منتخب مصر يعني يعتبر انت كده لاعب منتخب مصر، حتى الافارقه بيلعبوا في منتخب بلدهم يعني. فطبعا كان القرار الصائب في الوقت دوت ان انا يعني انتقل، وما فكرتش في موضوع العب وما العبش ديت، موضوع منتهي اللي انا بعمل عليا طول عمري، حتى لما رحت الزمالك قالوا لي كده، قالوا لي في فلان وفلان وفلان ما تروحش، فقلت لهم لا انا مش بفكر كده، انا بروح مكان عشان العب فيه. طب في شادي هناك ووائل جمعه والنحاس ومش عارف ده كان مجموعه واحمد السيد واحمد السيد ورامي عادل، فقلت لهم قلت لهم انا لما بنزل ملعب التمرين او الماتش انا مش بفكر في مين بيتمرن معايا، يبقى كده ما اروحش احسن بقى. فالحمد لله انت عارف يا شادي احنا متربيين مع بعض في المنتخب، وحته الصرار والاراده ديت الحمد لله يعني عند الواحد، فالواحد لو هيفكر في الفشل في الاول مش هينجح يعني، فدايما الحمد لله بفكر ان انا هلعب وهنجح. ولعبت وسبحان الله يعني في الفتره ديت انا المفروض ان انا اروح هستنى دوري زي ما خواجه قال لي مانويل، وقال لي انت لعيب كويس بس انا في فريق بلعب بيه فلازم لازم تستنى دورك وكده. هو ده كمان قلت له ايه لما قال يعني لك تستنى دورك؟ لا استنى دوري دي يعني يعني استنى دوري لمين؟ ما انا مش هستنى دوري، انا في شادي وفي احمد السيد وفي عماد النحاس وانت الرابع وراهم لو في اي حاجه حصلت، وفي رامي عادل معانا وفي محمد سمير وفي قعد يقول لي على اسامي كده، وفي ناس صغيره في المنتخب على الأولمبي. فكره فكرت في ايه؟ ما انت استنى دور دي هتاخد وقت لو انت بقى رجعني 5 سنين في الزمالك لما في مدرب قال لي انت مش هتلعب، بس الخواجه قالها لي بشكل مش استفزاز، الثاني قالها لي بشكل فيه احباط، قال لي انت في فلان وفلان 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 ان الناس دي كانت يعني مش عايز اتكلم بشبه يعني تريقه، ولكن الناس دي كانت بتلعب في ماتش الاهلي كسبان فيه 6 وكانوا مغلوبين مش عارف مين 4 ومين 5 فما علينا يعني. في نهايه الامر قلت له على فكره اول ماتش رسمي لنادي الزمالك انا هلعبه اساسي، انا قلت له كده انا مش يعني قلت له كده ما اعرفش انا هلاعب مين،
والله العظيم يا شادي. وفعلا اول ماتش كان المقاولين في السوبر ولعبته اساسي. ما تعرفش ازاي يعني، انا اشتغلت على نفسي وفي الفتره ديت. المهم يعني في خلي بالك دي المدرسه بتاع مستر مانويل فالخواج مدرسته عايز بيطلع منه طبعا طبعا الزروهات كتير طبعا انا عايز اقف عند دي طبعا حلو عشان نفكر استاذ مشرين عشان يعرفوا اللي في الكواليس. فاكر مش 0-1 2-0 2-0 وبعدين بركات كمان يعني بركات يعني قال لي بص الماتش ده لا الجماهير تشيلك على كتافها لا الجماهير تمشيك من النادي الاهلي خلص عليك فالحمد لله الفتره ديت يعني ما كانوش يعني الحمد لله انا بروح حتى لما رحت النادي الزمالك في البدايه خدنا بطولات كتير كان النادي الاهلي بيمر فتره احلال وتبديل احلال وتبديل وفي النادي الاهلي لما رحت كان في فريق قوي وفريق كبير طبعا وجماهير كانت في الوقت دوت مسانده جامد جدا زي طول عمر النادي الاهلي طبعا فمدرب كبير زي مانويل جوزيه وكابتن حسام البدري وكابتن علاء ميهوب كابتن احمد ناجي فالحمد لله يعني كانت فتره جميله وخدنا بطولات كتير في الوقت ده يعني وبطولات بشكل ايجابي في الملعب مش طبعا مش بطولات اللي انا بروح اقعد على الدكه او ببقى بره واقول انا خدت بطولات. طب هبتدي معاك عشان الناس تبقى فاهمه بالحدث الاهم لما يتقال كده ما خلي بالك في اسماء بتتحط في لوحه الشرف في مواقف معينه اكيد كل الاسماء وكل النجوم وكل كل جيل حقق انتصارات انا مع المدرسه دي طول الوقت وهي دي الحقيقه. كاس العالم للانديه واخد تالت عالم مع فرق انت شفت النظام هناك في كاس العالم عامل ازاي؟ شفت الفنادق؟ شفت الناس بتعاملك ازاي؟ شفت النظام؟ وتبقى موجود في لوحه الشرف اللي مع المجموعه اللي كانت موجوده وتاخد ميداليه التالت في كاس العالم وتشارك في المباراه النهائيه وكذا مباراه لعبت فيها يعني ده جيل طبعا مش هيتكرر طبعا تاني في تاريخ الكره المصريه من حيث الشخصيه القويه من حيث الفنيات من حيث المهارات من حيث الحلول اللي موجوده سواء قدام او ورا او في نص الملعب لا فريق كبير وكان معانا جهاز على اعلى مستوى طبعا جهاز محترم جدا. انا عايز اقول لك النظام نفسه يعني انت لما معاك اثنين لعيبه بره القايمه وما يرضوش ينزلوهم في التمرين لو تفتكر كان معانا اثنين لعيبه بلاش ذكر اساميهم ان هم يقعدوا في الملعب في الاتوبيس علشان هم مش مقيدين كانوا مش مقيدين فما بيتعمل لهمش كارنيه ففي نظام ما ينفعش يدخل ما ينزلش التمرين مش الماتش تخيل التمرين وطبعا كانت صعبه علينا كلنا طبعا التمرين الناس اللي رايحه المباراه يعني ان انت رايح في الطريق والطريق فاضي وتمرين كمان مش ماتش مفضيين الطريق من اوله لاخره عشان انت رايح التمرين وبعدين تخش الملعب تلاقي نظيف اوضه اللبس تلاقيهم لا يعني انت بتتكلم في اليابان بنتكلم في حاجه يعني انت فاكر بتاع الدنيا كانت بتبقى هناك مش عارف 28 ولا 30 تحت الصفر وبيسلموك الكياس اللي كانوا بيديها لنا دي مجرد ما تمسكها خلاص بعد التمرين كانت ايديك ورجلك تسخن. بنتكلم على تكنولوجيا تانية وثقافه تانية وناس تانية خالص واتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل حتى يعني ربعهم يعني مش نصهم. هقف معاك عشان نعمل ربط بالجيل الحالي في المواقف الصعبه. يعني نيجي نتكلم على مستوى مباراه الصفاقس انت فاكر الاحباطات بعد المباراه الاولى والنتيجه هنا بالنسبه للجماهير ولينا كمان كلعيبه واداره وجهاز فني مش كانت النتيجه الطموحه اللي انت خلاص حسمت وخصوصا اللي انت خارج المباراه الثانيه خارج الارض. انا عايز مش هكلمك في المباراه اللي في مصر. انا اكلمك نستعيد لكل جماهير النادي الاهلي والجماهير اللي ما حضرتش الكلام ده والشباب الصغير يسمع ويتعلم ويبقى فخور بكل نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخه في تحمل المسؤوليه وفكره الاحباطات اللي بتبقى حواليك. فاكر بعد المباراه اتقال ايه وتمشي في الشارع وخلال التدريبات وقبل ما نسافر؟ فاكر الوضع كان عامل ازاي؟ لا كان وضع طبعا انت عارف لا 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 يعني ما فيش فرحه وما فيش حزن اللي هو يعني طبعا جماهير النادي الاهلي متعوده دايما عن ان انت في مباراه ذهاب عندك يبقى لازم تلعب تكسب 2 و3 و4 عشان تروح هناك تبقى مرتاح. لكن في الوقت ده طبعا فريق الصفاقس يمكن لو رجعنا لل كريم النفطي وانيس بوجي يعني فريق كبير جدا وفريق هو مسيطر على الكره التونسيه في منتخب تونس كان في حوالي 8 لعيبه في منتخب تونس صح. انيس بوجلبان والنفطي يمكن النفطي ده كان نمره واحد عندهم كان عامل زي بركات كده يعني كان هو اللي بيكسبهم دايما على طول كان لعيب وعصام كوره وسريع كان في سد باكين وسام وعصام المرداسي وفي يعني جبال هم الاثنين جبال فكان هو هيثم رابط في وسط الملعب احنا فاكرين من كتر ما حافظين الفرقه الناس متخيله
ان اسم الصفاقس هو اسم يعني زيه زي اي نادي صغير في مصر. الوقت ده كان الصفاقس مسيطر تماما على الكره الافريقيه والكره التونسيه بشكل خاص، وكان منافس قوي جدا للنادي الاهلي في الوقت دوت، وكان عنده محترفين الافارقه لو تفتكر الافارقه برضو الاثنين الطوال دول. انا ناسي الاسم شويه بس في واحد اللي هو اللي قاعد يعيط هناك دوت حته لاعب حته لاعب كان سريع و لا كان في ما جاش الماتش الاخير باكثر من كوره بكوره سهله ما جاش فالحمد لله ان هو ما جاش يعني، بس كان يعني عايز اقول ان وده النقطه اللي هنتكلم فيها مباراه الترجي والنجمه يعني ما بين الفرق بين ده وده كاستعداد نفسي واستعداد ذهني للاعيب في مصر لما بيلعب الصفاقس او النجم مثلا او يلعب الترجي دي بتفرق جامد جدا. ولكن انت عارف اللعيبه اللي كانت معاك من خبرات ومن مواقف كتيره شادي مرت عليهم سواء مع منتخب مصر او مع المباريات الافريقيه انت عارف بره ديت بتبقى، ولكن المباريات العربيه مسافر والمعظم او الاغلبيه انت عندك 50 يعني 50 خلاص 50 50 50 50 كان اكتر يعني ممكن 50 لا انت طبعا 50 50 او 70 30 ممكن او 60 40 45 يعني 60 40 يعني هو الامل متوسط مش هقول ضعيف لكن الامل متوسط. ولكن طبعا اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي ديت لا يعني الراجل كلمنا ساعتها، ويمكن اول ما دخلنا الاستاد شفنا الصوره المستفزه اللي احنا لو تفتكرها اللي احنا انا حكيت ده لابو تريكا وهو راكع ابو تريكا راكع وبيسلم الكاس لكابتن صفاقس، فكان شكلنا فانيس بعد كده هو اللي جانا هو اللي راكع معانا بعد كده. فمستوى محترم جدا ولعيب مستوى مؤدب وجميل فكان شيء مستفز طبعا يعني. فاحنا يعني قلنا الجماهير دي استحاله تبقى على وده كان حظنا حلو كمان ان احنا ما لعبناش في صفاقس، ان ملعب صفاقس لعبنا في رادس ملعب صغير وملعب ضيق ونوع النجيله مش على مستوى الحدث نهائي افريقيا. احنا اساسا اتبهرنا لما نزلنا التدريبه الاساسيه في الملعب ده كان ملعب ومتخيلنا ان الملعب ده هيتملي جمهور. فحتى اتكلم برضو معانا كابتن علامة ايوب طبعا انا فاكر قال لك على فكره ممكن الجماهير دي كلها تبقى معانا مش ضدنا يعني. فحتى احنا كان معانا جماهير بتاعتنا كانت فنانه يسرى وهاب توفيق كانوا معانا في المعسكر كده عدوا علينا لا وكانوا في الفندق معانا. وحتى انا فاكر كابتن عماد اليماني ربنا يديله الصحة يا رب كابتن عماد ده جميل. فبعد ما كسبنا المباراة شادي فكله يطلع كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي داخل وكده وقال لك كله يطلع بره خلاص رئيس النادي جاي وكابتن الخطيب في اجتماع. فالراجل قاعد توفيق قاعد معانا فنان كبير طبعا وفنانة يسرى ما كانش بيسيبنا في مصر فبقول له كابتن عماد ما يصحش كده عمال اغمز له وبص هو ما بي... لا هو ما هو النادي الاهلي عنده النادي الاهلي عنده ولا لو انتوني كوين يعني لو مين اعظم ممثل في العالم يعني. فقال لي هات توفيق مين؟ هو عنده فكره هو خلي بالك هو عنده فكره هو ما يعرفش اي حاجه صدقني بقى. ده ما عرفش يعني حاجه في الفن ما عرفش غير النادي الاهلي يعني ولعبته في كل الالعاب. كلمه ايهاب توفيق هو عنده فكره ديت دي خلتنا على الارض يعني عنده فكره ديت اللي هو ايه يعني هو عيبه ممكن ايهاب يزعل طبعا هو عنده لا استاذ ايهاب طبعا قيمه كبيره وفنان كبير ولكن طبعا اهلاوي متعصب جدا يعني. فهو تقبل طبعا الامر ساعتها وخرج بره خلي بالك كمان خليني اقول لك كلمه حق ربنا يا رب يديله الصحه ويقومه بالسلامه بيتعب شويه لكن الناس اما السن بيكبر بيبقى العصبيه اكتر صدقني ده حقيقي وبيبقى ليه برضو ايه حاجات هو متعود عليها لا هو مع الناس كلها شادي ده حتى فاكر كان بيعمل ايه مع استاكوزا بيبو خالد بيبو لما كان بيجي بيبو جماهير تندى عليه بيبو اقول لك لا بيبو ايه؟ ملوش بيبو انت هو مفيش بيبو واحد بس طيب هرجع لك بالسيناريو بتاع المباراه فاكر السيناريو اللي حصل وانت كنت جزء منه بس انت ما كنتش عارف اللي انت بس انت قلت لي حاجه جميله لا انا عارف انا وانا بين شوطين قلت لك انا اللي هخرج هو اتقالي في قبل المباراه لا هو الراجل يعني كلمنا ساعتها لو تفتكر وقال لك احنا اهم حاجه ما يخشش فينا حاجه ويبقى في يعني بيبقى في ترقب مش عايز اندفاع في الهجوم وعايزين بنسبه كبيره جدا ان المباراه دي تخلص الشوط الاولاني لو ما جبناش جون المباراه لازم تخلص الشوط الاولاني 0-0
وفعلا الراجل زي ما توقع. المباراه الاولى الشوط الاولاني خلص 0-0، ولما دخل بين الشوطين هو قال لنا بين الشوطين يا شادي، مش قال لنا بين الشوطين انا هلعب ب 4-4-2 وفي مدافع هيخرج، وحتى كله بص لي يعني مين. لا كله بص لي انا جمعه يعني شادي وجمعه وصديق. فانا كنت انا توقعت طبعا لان انتوا يعني بس يعني كان الفريق الاهم في الامر يعني ثقافتنا. في نهايه الامر انا ما كانش حد يهتم، حتى لو انت شادي خرج صح صح يعني انا وانا خارج بمنتهى السرعه عشان شيتوس ينزل. فاكر لما قلت لك جاب الجون انت جريت، كنت بره انت عملت حاجه غريبه جدا. لا هات الجون بتاع السبابيس هتشوفه صديق. انا متذكر سيدي عمل رياكشن كده متنرفز من الضغوط اللي كانت عليه. لا انت عارف شادي يعني في اخر دقيقه او في اخر دقيقتين انت تروح كاس العالم، وبعدين لا انت اقرب يعني انت اقرب للي انت تجيب جون. قبليها فلافيو مضيع، قبليها حسام عاشور اللي ما بيشوطش خالص شايط كوره جت في العارضه شديد اللي المفروض ما بيهاجمش، وصغير لعيب في الفرقه في التوقيت دوت ولعب قبل النهائي ولعب الماتشين النهائي كان ممتاز. كان من ضمن اللعيبه المتالقين في المباراه ديت، عمال يهاجم واسلام مش شاطر لما نزل مكان محمد عبد الله عمال يهاجم. فانت الاحق ان انت تكسب بجماهيرك بتاريخك بشخصيتك القويه. فاعتقد ان هو يعني الحمد لله سيناريو الراجل خواجه طبعا مانويل، يعني مهما اتكلم عليه ما اقدرش ادي له حقه طبعا. كان بصراحه كان جهاز متكامل وهو بين الشخصيات. ادي الجون انا بس تابعوا معايا بقى كده هنا، ادي الجون جه. بصوا محمد صديق هيعمل ايه، لان هو تقريبا من اوائل الناس اللي هتظهر في اللقطه. قبليها بمسلمين شادي لو هتفتكر، بص دي بقى هيظهر دلوقتي احمد. ايوه انت بتعمل بتقول يا سيدي احمد عبده. هو احمد عبده قال لي الراجل قال لك ايه؟ قلت له شتمني وانا خارج. الراجل مين؟ مدير الكوره. وانا خارج راح شتمني يعني. في فرقه الصفاقس. لان انا كنت خارج قبليها، وبعدين انا قبليها بسنه انا كنت مدافع، فجايب فيهم جونين في البطوله العربيه مع الزمالك. في الجون اللي هو بقى مدير الكوره دلوقتي ده اللي هو قاعد المفروض قاعد على الدكه، كنت جاي فيه جونين. فحتى قبل الماتش ما سلمش عليا. فاتعامل معايا بتعالي وكده. فوانا خارج خارج بجري. فهو بيقول لي انت خارج بتجري كده كده. خلاص بقى يعني فاهم انت هتتغلبوا يعني. وهو ده كان شعوره عشان كده خسر. فانا اول ما جيت جون طبعا انا فاحمد عبده هو بيقول لك ايه؟ فقلت له بيقول لي كذا كذا يعني شتمني وقال لي كذا. فحتى انا واحمد عبده رحنا على طول عليه هو يعني فاهم. فطبعا الحمد لله كانت تاريخ يا سيدي. الحاجات دي تاريخ. الناس فاكره صديق الهادي اللي ما بيتكلمش اللي هو يعني، لكن طبعا في الوقت ده ما فيش هدوء يعني طبعا انت عارف يعني. سيدي ده تاريخ زي ما بقول لك، ومباراه مهمه وتاريخ مهم في توقيت مهم داخل النادي الاهلي. بطوله كاس العالم للانديه، وكمان بتتكلم الصفاقس بطوله كلنا ما نقدرش ننساها. عايز اعمل ربط بالجيل الحالي، نفس الموقف مباراه الترجي هتقابل فريق كبير، الكل قال لك لا ده هو افضل من الاهلي، الاهلي مش عارف ايه مش هيقدر يكسب، الاهلي بيحقق نتيجه 2-2 هنا، قلق ترقب، الكل خاف، الكل البعض او مش الكل رمى الفوطه، يروح الاهلي يعمل الاعجاز اللي احنا دايما بنتكلم. مباراه من وجهه نظري والله برضه تدرس في التاريخ، اللي انت كمان يجي فيك ضربه جزاء وترجع بهدفين. لا شوف يا شادي يعني هو الموضوع من وجهه نظري نفسي اكتر منه. ان احنا كلاعيبه في مصر هنا، وانت عارف وانت لعيب ومدربين وجماهير، زي ما قلت لك لما قلت لك هنرجع لموضوع الترجي والنجم، انت بتلاعب الترجي التونسي، فريق كبير، فريق عنده تاريخ، فريق عنده لعيبه احترفت وعندهم لعيبه قديمه كبيره جدا وتاريخها عظيم، عندهم مدرب بنزرتي عارف كرة مصرية وفاهم كرة مصرية كويس قوي. شفنا الترجي ومستواه في البطوله العربيه، فده برضو ادى اهتمام اكبر من الجهاز الفني النادي الاهلي ولاعيبته
ان هم لا هم بيلعبوا فريق كبير والدور ده دور مهم جدا ولازم يتعدوا الدور ده لان هم بيلعبوا فريق محترم يعني. فكان الاهتمام طبعا انت عارف بالدور دوت وقدر ان هم يعملوا ماتش كبير هناك زي ما شفنا قبل كده من ايام في 2001 سيد عبد الحفيظ وبعدين في امام الترجي يعني الترجي دايما وجده وسيد حمدي وبعد كده يعني في ماتشات كتيره جدا كنا هنا بيخلص تعادل او بيخلص بنتيجه سلبيه للنادي الاهلي وبيروح هناك تونس لدرجه انك تونس خلاص يعني جالهم عقده من حاجه اسمها النادي الاهلي يعني. فهنا المشكله يعني هنا المشكله الكبيره لما جينا النادي الاهلي لعب النجم الساحلي لما جينا لعب النجم الساحلي انت بتلعب قدام فريق انا بشبهه بفرق الساحليه اللي هنا في مصر في فتره التسعينات وفي الثمانينات وفي اول لما كان في جماهير بتتمني في الاستاد زي بورسعيد واسماعيليه والاتحاد السكندري طب جمهورهم عمل كده مع النادي الاهلي في المباراه الاخيره ايوه ما انا زي ما بقول لك هو انا بقول لك انا بشبه فرقه النجم الساحلي بالفرق الساحليه انا متفق اللي معك. هنا ليه؟ هم هناك برضو نفس الـ طبعا مع اختلاف طبعا احنا هنا مصر كمصريين طبعا ما بنحبش الـ يعني هم برضو شعب محترم برضو لكن انت عارف السواحليه دايما خاصه اللي في المغرب وفي تونس وفي الجزائر بيبقوا عصبيين جدا يعني الملعب خلي بالك اقول لك على حاجه انت جبت تشبيه محترم هو نفس الحال اللي هناك هو ما انا بقول لك يعني الـ 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 انت لما بتلعب في النجم الساحلي انا ريحه الجو والملعب والاسكندريه انا بحس نفسي ان انا في اسماعيليه في اسكندريه في بورسعيد في السويس الفرق الساحليه زائد بقى في مشكله كبيره جدا الملعب ضيق بتاع النجم الساحلي جداً. وده سر النجاح على فكره فرقه النجم الساحلي مع كل المنافسين الملعب الضيق مش المستوى الفني ولا البدني ليهم عشان تبقى فاهم لان انا بلعب ضدهم من ايام ما كنت في المقاولين لما كان المقاولين في بطوله افريقيا ورحت معاهم بطوله افريقيا ولعبنا النجم الساحلي على طول بيصادوا الفرق في الملاعب الضيقه والجمهور هناك شرس فهو قريب من الملعب فانت لو في لعيبه ما عندهاش ثبات وما عندهاش شخصيه صح وما عندهاش فلسفه ان انا لعيب كبير وما بيهمنيش والجماهير دي انا مش معاها خالص لا هيحصل مشاكل للفرق فطبعا انت لما النادي الاهلي بيروح او النادي الزمالك او النادي الفرق الكبيره طبعا يمكن شفنا عملوا كده مع الزمالك وحصل نتيجه كانت كبيره في تقيل. ماتش الزمالك هم عارفين الوقت ده ان النادي الاهلي هو المسيطر وفريق كبير وعنده لعيبه كبيره في كل المراكز وشخصيه اقول لك على حاجه وتقول لي متفق معايا انا ولا لا فكره هو مباراه اصعب مباراه الترجي بالنسبه للاهلي اكتر منهم وحافز ليهم لان الاهلي كان لسه كسبان الترجي اللي هو المفروض اقوى فنيا فهو ركز معاك اكتر جمهوره ركز معاك اكتر ازاي يخسر هو الفرق بعدها مفيش ايام الفرق معلش مع احترامنا برضو للنجم الساحلي الفرق النجم الساحلي بالنسبه للنادي الاهلي هو مش زي الترجي مش زي الرجاء في المغرب مش زي الهلال في السعوديه او مثلا او فرق النصر في السعوديه لا يعني هو النجم الساحلي مثلا وده مش تقليل منه لا مش تقليل يعني. منه لا مش تقليل منه بدليل ان هو كسب النادي الاهلي 2-1 ولكن زي ما قلت لك يا شادي الماتشات اللي هي في الملاعب الصغيره دي بتفرق معاهم قوي هم بيعرفوا ازاي يكسبوا في المباريات اللي هي المباريات الصغيره احنا لعبناهم في السوبر في ده كان في اديس ابابا اديس ابابا اثيوبيا وخلص تعادلنا تعادل وخلص ضربات جزاء ارضيه الملعب كانت وحشه وكانت وحشه جدا يعني علينا اكتر لان هم متعودين على كده يعني هم متعودين ان هم بيلعبوا دايما على ملعب وحش ملعب سوسه ملعب وحش وملعب صغير بس احنا كنا اخطر في الو في الو في, في ماتش اديس ابابا وممكن لما شفنا لما قعدوا يحضنوا بعض لما وصلنا ضربات جزاء كان برضو البنزرتي نفس كان بنزرتي مدير فني برضو انا عارف بس عايز اقول لك على حاجه يعني دايما عدي كده الماتشات على تفكيرك واقعد فكر هتلاقي كل التصريحات اللي ضد وكل اللي بيعمل معاك موقف ضد وكل اللي بيفرح قبل الماتشات ما كسبناش ابدا لا خالص لا يعني يمكن شفنا ضربات الجزاء قبل ضربات الجزاء اسف اللعيبه بتاعه النجم الساحلي بيحضنوا بعض ده عارف ان دل على شيء شادي هو خلاص هو وصل لمرحله ان هو عمل اللي عليه خلاص المباراه خلصت تعادل هو خلاص تعادل مع بطل افريقيا فاكر حاجه وهو بيتعارض دلوقتي في ضربه الجزاء الاولى جوزينا داني عارف قال لي ايه؟ قال لي ادخل شوط ضربه الجزاء الاولى فقلت له بصيت كده
قال لي خايف؟ فانت تعب ما ينفعش تقول له خايف. انا قلت له لا مش خايف. قال لي طب هتشوط الاولى عشان الاولى مهمه جدا تيجي ضربه جزاء. كان عنده ثقه جامده جدا في ضربات الجزاء. فلما رحت اشوط الكره اتاخرت، حارس المرمى مش عارف عمل ايه اتاخرت. فانت عارف الكوره لما بتتاخر كتير ما بتتفائلش بخير. يعني ما في حاجه. رحت اخدت خطوتين قعدت ابص للعيبه ورا. فانت عارف لا كان ماتش صعب وثقيل يا شادي. يعني صح انت اخترت جمله بتتقال في كره القدم صح. مش ممتع يعني. حتى احنا كلاعيبه خدنا بطوله منهم. طبعا اضافت لرصيد نادي الاهلي في دولاب البطولات. ولكن احنا كلاعيبه كنا لو تفتكر يا شادي حتى واحنا بنصور واحنا رايحين الفندق بعد المباراه احنا مش مستمتعين بالبطوله. بس انت تعشت معاك بعد الماتش. انا ما بنساش بقى. بص لو جبت لي من 20 سنه هقول لا كله انت كنت بص كنت مبهور يا كله زي بعض يا اما كله مش هسكت مش هقول ايه ولا عايز اقول لا اقول عادي يعني. لا بعد الماتش المفروض بيبقى فيه لائحه مبلغ معين. وده خلينا في الغرفه الاساسي والافتراضي ياسين بيه منصور كان موجود في النادي وشخصيه من الشخصيات المحترمه جدا وقال لك لا ما فيش ايه ده المبلغ اللي انتوا بتقولوه ده. وراح لقيت صديق الفرحه على وشه وخدوده هو ابيض وخدوده احمرت جامد جدا. قام سمع وقال لك الماتش ده مكافئته بكام؟ قلنا له كذا. قال لك لا انسى في لا حاجه دبل على طول. وخدنا ساعتها منه برده واحده في الغرفه برده مبلغ يعني. خلي بالك انا دايما بقول تتعب تعرق تجتهد خد بعد ما تحقق البطوله من حقك تاخد اسعاد ملايين من الاهلاويه. ده حقيقي. ده 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 حقيقي وده الطبيعي في لعيب كره القدم خاصه اللي بيلعب في النادي الاهلي ان هو ما ينفعش كاعلام ان انا اجي العيب اول موسم لي او في مصر على العموم يعني يلعب ماتش او اتنين او ياخد بطوله بعد كده بعديها بموسم او في نص الموسم اطلع عليه الدبابه والجبار ومش عارف الاسامي. بسمع اسامي غريبه جدا وافوجئ ان اللاعب ده بيعمل كده بعد كده يعني بنطلع بعد ماتش وماتشين. سيدي ده انت وانت يعني انا بقول انت كمان محظوظ جامد جدا. انت خمس بطولات بتوع السنه. خمس بطولات في اول سنه اخدناهم. خمس بطولات اول سنه ليا. هي بص افريقيا دوري كاس سوبر افريقي دوري كاس سوبر محلي وكاس العالم اليابان وكاس العالم الانديه. بتكلم مش هنقول كاس العالم لان لازم تكسب افريقيا عشان تروح. لكن اللي انا هتكلم فيه انت خدت الخمس بطولات بتوع السنه ورا بعض في شهور. صح في شهور مش يعني اقل من سنه. بس في نهايه الامر عايز اقول لك يا شادي يعني ايه لعيبة زيك وزي الحضري وزي أبو تريكة لازم تعمل تاريخ كبير علشان بعد كده تاخد ألقاب. تاخد ألقاب. ما ينفعش بعد سنة ولا بعد سنتين يبقى منتخب بيمنت لعيبك. في لعيبة كويسة وفي لعيبة مهمة جدا والمنتخب محتاجها. بس ثقافتها وشخصيتها بصراحة يعني موديهم في داهية. انت عارف فكرتني بإيه؟ في داهية. انت بتفتح مواضيع واحنا قاعدين ده انت هتضحك. ده هتقول لي انت ازاي فاكر الكلام ده وانت عندك حق. فاكر مع زمان مع هيلد الالماني في المنتخب الاولمبي كان فرص عايز اسمه ريفالدو وايمن عبد العزيز دونجا ومش عارف مين شوف لا انا لا يعني في الاخر قال لك ستوب وقف التمرين. ايه الاسامي دي؟ قال لك اللي انتوا مش من البرازيل ولا من ارجنتين. ايه الاسماء اللي انتوا لا انت اسمك طارق وانت اسمك ما فيش اسماء دي ما تتقالش عندي. ما فيش اسماء. ما الاسماء ديت مش عارفين نوصل الاولمبياد يعني الاسماء دي تخيل لو الاسماء دي موجوده. لا لازم تقولوا اساميكم الحقيقه يعني فاهم. الصديق هروح بيك مره ثانيه للنادي الاهلي ومباراه النجم الساحلي. مباراه صعبه على النادي الاهلي. مباراه صعبه وسهله في نفس الوقت يا شادي. يمكن بمعنى شفنا المجهود الكبير اللي عملناه النادي الاهلي عمله في المباراه الاولى. اتصور ان هي يعني النتيجه مش سيئه بالنسبه للظروف اللي تعرض ليها النادي الاهلي هناك ما بين جماهير تواجد جماهيري ما بين عكس هنا ما بيبقاش في تواجد جماهيري في بطوله الدوري. لكن النادي الاهلي عمل حركه اعتقد ان هي ذكيه جدا بدخول الجماهير في التمرين. ده فرق فرق. انا اعتقد انا سميته شحن بطاريات اللعيبه والجهاز الفني. انا اعتقد ان الحركه ديت طبعا حركه ذكيه جدا. ما اعرفش مين صاحب الفكره كان ولكن كابتن حسام البدري بالاتفاق مع مجلس الاداره ومجلس دراسه جاب له ودخله الجماهير. كابتن حسام البدري اكيد حط كل صغيره وكبيره استعداد للمباراه ديت
بما فيها انت تعرف في ناس رهنت اللي ممكن يحصل حاجه لكن ما يعرفوش معدن جماهير النادي الاهلي. يعني في البعض كان بيحط السم في العسل في التوقيت اللي انت عارف السوشيال ميديا في امور صعبه، فانا شفت حاجات من دي. جمهور الاهلي اللي يراهن عليه يكسب دايما، فاهم؟ لا هو كمان انت عارف انت بتروح الجمهور، انت لعبت بقى وسط الجماهير دي موجوده وتعرف تمارين، يعني تمرين عادي في جمهور زي ديت. هو طبيعي ان اللعيب المفروض اسبوعين من اسبوعين لشهر يبقى البطاريه موجوده معاه مشحون، يعني حاجه يعني حاجه زي كده زي حاجات الكابتن جوهر، يعني كابتن حسام البدري. طب علي الصوت كده الكابتن محمد صديق، نسمع جماهير الاهلي لما راحت التتش كانوا بيقولوا ايه. العب بحماس، اسمع صوت الناس، ده كلام محترم، ده مسانده، ده دعم. ما انا بقول لك كابتن حسام البدري لو يعني اعتقد ان هو فكر في كل حاجه حتى الجانب المعنوي والجانب النفسي للعيبه، ان هو مش عايز يفوجئ، ان هو زي ما قلت النجم الساحلي عنده جمهور متعصب جدا عكس جمهور الترجي، عنده جمهور قريب جدا من الملعب. فاعتقد ان كابتن حسام البدري كل التحيه ليه طبعا في النقطه ديت، ان هو حط الجانب العصبي دوت اللي هيتعرض ليه اللعيبه، ان هو يبقى متواجد في الجماهير ومتواجد بكثره كمان، مش اي جماهير يعني الاستاد كله مليان. فاعتقد ان هو تحيه كبيره طبعا للكابتن حسام البدري ان هو فكر في حاجه زي كده. انا ما دام قلت الجماهير صديق، مهم انت لعبت وسط الجماهير والجماهير خلاص بنتكلم في الوضع الحالي وفي 50,000 موجودين، مش هقول لك تقول لهم ايه، تتوقع ايه بخبرتك؟ انت شفت بقى الجماهير دي وانت موجود في النادي الاهلي وفي البطولات وبطولات افريقيا، موقف زي ده احنا دايما يعني بنراهن على في ناس شادي بشوفها، مش هقول هي التراس او هي جماهير، لا هي محبه ان هي دايما تشحن الجماهير. يعني بتيجي على حساب نفسها او على حساب متعتها على فكره. واعرف ناس مش التراس يعني والله بجد، يعني اعرف ناس قديمه كمان زي عم حسين عم حسين وجزر وحرب وعم حسني وحرب والناس دي، الناس دي رغم عشقها للنادي الاهلي ورغم ان هي كانت بتحب النادي الاهلي جدا وازاي يفوتها لقطه مش ماتش او شوط او دقايق، ان هي كل شغلتها حاجه واحده بس، ان هي ازاي تشعل حماس الجماهير دي. فبشوف ناس، انا قلت لك انت عندك مشكله معايا بتفتح معايا تاريخ انا مش قادر انساه. فاكر جمهور الاهلي كانوا مقعدينه فين في مباراه الصفاقس في النهائي؟ فاكر مباراه فوق الساعه فوق السماعه، ده بعيد جدا عشان ما نسمعهوش. فاكر الصوت كان بيوصل لنا ازاي يا سيدي؟ لا ما انا بقول لك يا شادي في ناس مهمتها ان هي الجماهير دي ما تقعدش 90 دقيقه. من ميزه الجماهير بتاعه النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه على العموم لما يبقى في خطوره وخاصه جماهير النادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي دايما بيشارك في بطولات كتير، بتخليك ان انت لغايه دقيقه 90 95 لو في لغايه 100 بيشجعوا 100، او في اكسترا تايم بيشجعوا 120 دقيقه بيشجعوا 120 دقيقه. فاعتقد في ناس شغلتها ان هي تلهب حماس الجماهير بس، وبتيجي على حساب نفسيها زي الناس القديمه عشان ما حدش يقول لي انا التراس او مش التراس. قبل يعني حتى الألترس، لو قلت هم تهمه لا ما بيحبوا ناديهم، ما اقصدش قبل، اصل بيقول ممكن الالتراس هم اللي بيعملوا كده، لا انا بقول قبل وجود الالتراس في الكره المصريه وتواجدهم الحياه بيبقى فيها تنوع. يعني المدرسه دي مسانده ودعم وبتاع، في اتطورت على مستوى الاغاني، اتطورت على مستوى الدفعه الواحده اللي بتتعمل للتسقيف والكلام ده، وده تطور طبيعي جدا. لكن انا متفق معاك في جمله حلوه قوي، كلهم اهلاويه بدون مسميات، كلهم اهلاويه وبيحبوا النادي الاهلي وبيساندوا وبيدعموا. عايز تقول حاجه في قصه الجماهير اللي هتحضر تقول لهم حاجه؟ انا طبعا جماهير النادي الاهلي كالعاده طبعا نشادي، يعني ما ينفعش ان انا اضيف حاجه ليهم لان هم خلاص يعني هي بقت حاجه طبيعيه ان هم من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجعوا الفرقه، دايما عامله ضغط كبيره جدا على المنافسين في افريقيا، وهم نمره واحد في افريقيا كجماهير، وشفنا ده في منتخب مصر في الفتره الاخيره في المباراه دي حقيقة.
لو هنتكلم في الناحيه الفنيه ان شاء الله باذن الله. لا هكلمك في الناحيه الفنيه بس استاذنك نطلع ما دام جبنا اتكلمنا عن الجماهير نروح نشوف تقرير عن الجماهير وهي بتقول ايه لعبتها والجهاز الفني، نروح تقرير سريع مع جماهير النادي الاهلي ونرجع نكمل حوارنا مع الجميل المحترم الكابتن محمد صديق. انا رسالتي اليوم بس ان شاء الله انهم يشدوا حيلهم وربنا معاهم باذن الله، وباذن الله انا متفائل خير وهنكسب باذن الله ان شاء الله. شدوا حيلكم يا رجاله وربنا معاكم قبل كل شيء، واحنا ان شاء الله وراكم. جمهور الاهلي بيحبكم قوي، واقول للكابتن حسام البدري شد حيلك يا بطل، ويا ريت يا ريت يا ريت في التشكيل كده وتنزل لنا تشكيل، واتمنى تكون الاصابه خفت من الكابتن وليد سليمان، وان شاء الله ناخد بدايه المباراه من البدايه خالص بدايه جامده وسخنه وباذن الله النصر للاهلي وهتفرحنا ان شاء الله. بقول للعيبه خليكم رجاله وان شاء الله الغيابات اللي مش موجوده مش هتاثر علينا ان شاء الله، لان في رجاله برده هتسد في المواقف دي، وان شاء الله بقول للاهلي هيحقق لنا المره التاسعه ونكسب البطوله ان شاء الله. دايما انتوا ابطال ودايما على الوهق قاعديننا بالمكسب والمستحيل بيتحقق، واحنا متعودين منكم ان انتوا ابطال فكملوا المسيره بقى ابطال. احب اقول للعيبه ان شاء الله ربنا معاكم وان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله وهناخد الكاس باذن الله. ان شاء الله نقول للاعبين يبقوا رجاله ان شاء الله عشان نكسب ان شاء الله باذن الله، والاميره التاسعه باذن الله للاهلي وداخل النادي وافريقيا. واللاعبين احنا معودين ان هم رجاله ودايما طول عمرهم رجاله بيحسموا اللقب على ارضنا وبره ارضنا، وباذن الله رغم الغيابات الاهلي برضه هيصعد باذن الله. يعني احب اوجه لاداره اللعيبه ان شاء الله هيفوزوا وان شاء الله ربنا معاهم وان شاء الله يوفقهم ان شاء الله، والاهلي ان شاء الله هيكسب يعني ان شاء الله ب 2-0 كمان ان شاء الله. بنقول لهم شدوا حيلكم وخليكم رجاله زي ما انتم عودتونا دايما، وباذن الله احنا عارفين يعني اعتمدنا على الله ثم عليكم وهنوصل للنهائي وهنوصل لكاس العالم للانديه ان شاء الله وربنا وياهم. خلاص بقى مثلا ريح نفسه. برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده كابتن محمد صديق، وكمان بحيي كل الجماهير اللي اتكلمت دعم ومسانده ومتحملين مسؤوليه زي الجهاز الفني واللاعبين بالظبط. ايه رايك في الكلام اللي اتقال يا كابتن محمد؟ يعني كلام جميل طبعا، وكلام يدل على فكر ويدل على رقي طبعا الجماهير، وبيقولوا ان هم عندهم ثقه كبيره جدا في تواجد الجماهير اللي هتبقى موجوده، وثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني. فطبعا الجماهير اللعيبه لما تسمع الكلام ده طبعا هيديهم ثقه كبيره طبعا ان هم يلعبوا في وسط جماهيرهم، وان شاء الله باذن الله يعني تكلل بالنجاح ان شاء الله. نكلم بقى محمد صديق المدير الفني، كلمني فنيا دلوقتي. هدخل معاك على الصعب على طول. هل كابتن حسام البدري هيتاثر فنيا؟ وده طبيعي، عنصرين مهمين احمد فتحي وحسام عاشور، لكن الصفوف مكتمله بعبد الله السعيد ووليد سليمان وهشام محمد، نزلوا التدريبات الحمد لله. ولكن هل النادي الاهلي فنيا هيتاثر بغياب الاثنين دول؟
يعني عايز ارجع للمنتخب الاول قبل ما اتكلم في الاهلي. يمكن لما عبد الله سعيد غاب عن المنتخب شادي مصر كلها قالت مين فين بديل عبد الله سعيد؟ مين اللي هيلعب مكان عبد الله سعيد؟ عايشين في شيزوفرينيا ده كان بيتهاجم قبل يعني العكس العكس المفروض العكس هو اللي يحصل كده. لكن منتخب مصر اللي هو المفروض قاعده عنده اختيارات كتير ما بقاش عنده مشكله. تتصور بقى ان منتخب مصر لما عبد الله سعيد غاب الفريق منتخب تأثر وقالوا ان مفيش بدائل ليه، حتى البديل اللي لعب ليه صالح جمعه كان بعيد عن مستواه لانه بقى له فتره. بص اقول لك على حاجه، بقى له فتره ما كانش بيلعب كتير برضه يعني يعني مش بدافع للمدافعه وخلاص، انا بتكلم باحساس اللاعب. خلي بالك مباراه ما ينفعش اقيم فيها لاعب ضغوط غير طبيعيه، حلم 28 سنه. انا بقول لك ان هو بقى رغم كده بقى له كتير ما بيلعبش، يعني بقى له كتير ما بيلعبش وجماهير وماتش حاسم يعني برضه. ورغم كده انا لا انا عايز اشبه لك ان التشبيه ان اللعيب لما بيغيب لمنتخب مصر بيحصل كارثه. فلا انا عايز عبد الله مهم جدا. انا عايز اقول لك ان في النادي الاهلي لا يعني يمكن شفنا الفتره اللي فاتت في ناس بعض الغيابات، ولكن في الدوري في ناس لعبت واجادت بشكل كويس جدا. يمكن احنا جينا على اهم يعني عنصرين مش 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 بالشكل الفني بس يا شادي، يعني حسام عاشور واحمد فتحي بشخصياتهم القويه اللي بتبقى جوه الملعب. برافو عليك. بيدوا ثقه وثوق للفريق. خبرات. يمكن انا عندي رايي ان انا يمكن حسام عاشور هو افضل محور نص ملعب في مصر. يعني مع احترامي طبعا للعيبه اللي موجوده في نص الملعب، ولكن انا اتصور ان حسام عاشور هو افضل معانا على الهاتف دلوقتي. كمان هنرجع نكمل في حسام عاشور واحمد فتحي، ولكن معانا واحد من 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 الجيل اللي موجود. هو كان بيتعبك شويتين وهشوف هتعرفه ولا لا. اقول الو بصوت عالي. الو الو صديق. ايوه مين مين انت على الهوا؟ ما بوص الدنيا، اصبر شويه. ولا اينه ده معتز. يا موسى بتعبني. عارف عامل المداخله دي ليه؟ عشان التذاكر. انا عشان التذاكر. ما هو بص انا عارف، بص انا مفيش حد ما هو مش هيخش يقول حاجه غير لما يبقى عايز تذكره. برافو عليك، برافو عليك كده فاهم. هو انا يعني عايز تذكره ليا؟ ما انت عارف ان انا كده كده هخش والناس يعني المشكله اللي انا معايا اصحابي ومعايا ناس رايحين معايا. تبريرات زي وانت بتلعب بالظبط. اتفضل. ازيك يا شادي؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة. اينو انت في مصر؟ ها؟ يا حبيبي انا في مصر وانا في اجازة. الحمد لله على السلامة. اخبارك ايه؟ فاكر الايام الجميلة ومعانا النهاردة كابتن محمد صديق والحب اللي كان ما بين الجيل كله والجدعنة والمواقف الصعبة، هتقول له ايه؟ انا طبعا بسلم على صديق وبقول له وحشني جدا، وعايز اقول لك على حاجه. والله انت عارفني انا صريح ما بعرفش مش هزار والله. ومش عشان صديق قاعد، فعلا انا اتعاملت مع صديق من انضف واحسن اللعيبه المحترمه اللي انا شفتها في مجال الكوره، اقسم بالله وحياه ولادي. انا مش عشان هو قاعد في التلفزيون، انا كمان يعني انا لحقته كمان بعيد عن الاهلي، انا يعني في الزمالك سواء عشرته هنا او عشرته هنا، من اللعيبه المحترمه جدا جدا جدا. دي حقيقه. غير عايز اقول لك على حاجه، اللي هو فكاهي، سيبك من اللي هو قاعد كده هو جايب بص بقى بالجاكيت كده والمنديل وبتاع، انا ما رضيتش اكلمه خالص وسايبه. لا لا ده قدام الكاميرا كده وفي القناه وفي التلفزيون. يا اينو شقي طول عمره. بص انا سايبه وبصراحه انا بحب العبه. ما انتوا هو ما دام قال كده، ما انتوا الاثنين وطارق السعيد بيبقى يوم اسود يوم ما بتتلموا على بعض. لا بصراحه مدام قال دخل وقال كده، عزمته على ايه من الاخر؟ والله ولا عزمته على حاجه. قول الحقيقه. بس هو ايه لسه في الامارات انت عارف، والعيشه يعني مرتاحه شويه. ف لازم تدي التاتش بتاعك انت برضه. اينو بعيد اللي انا عارف اللي انت ممكن تروح تتفرج على المباراه والكلام ده، هتقول هتدعم الجهاز الفني واللعيبه، هتقول لهم ايه؟ اتفضل. بص هقول لك على حاجه، يمكن انا من ساعه ما مشيت من الاهلي بقالي حوالي 4 سنين دلوقتي ولا حاجه، انا ما رحتش ولا مره للاستاد. بس فعلا يعني جه الوقت اللي الواحد لازم يعذر فيه زمايله ويقفوا جنب النادي الاهلي، وفعلا الماتش ده محتاج كل الناس وكل اولاد النادي اللي هم يقفوا جنب النادي ويقفوا جنب الفرقه، عشان مباراه صعبه وفي غيابات كتيره طبعا، وكلهم اسماء مؤثره، سواء فتحي عاشور عبد الله السعيد، الناس دي كلها اسماء مؤثره. بس البركه في اللي موجود ان شاء الله، وانت عارف ان النادي الاهلي دايما مليء بالنجوم،
وان شاء الله دايما اللي موجود هيسد واللعيبه على قد المسؤوليه. وسواء انت كابتن شادي وكابتن صديق مروا بالظروف دي كتيره وكانت بمواقف اصعب من دي، ودايما كانت الحمد لله الامور بتعدي. وان شاء الله كمان الجمهور بامر الله هيكون مالي الاستاد، هيدي دفعه كبيره للعيبه، وان شاء الله يكون يوم كويس والناس تفرح والنادي الاهلي يصعد للنهائي بامر الله. الكابتن معتز زين، وانا بشكرك شكرا جزيلا، وما تقلقش هكلمك بعد الهوا. اشكرك شكرا جزيلا. طيب جدع من بلد ما بيعملش حساب. لا هو ينو زي طارق السعيد كده، وعلى يعني على طبيعته يعني. لا طارق السعيد ما فيش منه اثنين. ده بص يتعدي السنين وتروح ببقى سعيد جدا. طارق وبركات الاثنين دول بصراحه يعني حاجه. انت بتنقي اثنين ما ينفعش، هيقطعونا لو خرجنا من هنا وقلنا ربع كلمه. كده بقول لك الناس بتشوف الملعب وان انت بتقاتل بره الملعب، اللي ما كانش بالنسبه لنا مين يلعب ولا، وهو ده اللي احنا بنوعي طول الوقت الجماهير وبنقوله. ما كانش سلمت تزعل لما ما بتلعبش. لا لا خالص تزعل اه ان انت حاجه شخصيه لثواني، لكن يعني بتقعد تلاقي اللعيبه اللي بتلعب مكان بعض. انا هستفاد يعني، انا هستفاد لو انا قاعد احتياطي هستفاد، لو انا قاعد احتياطي وهنزل هستفاد، لكن انا لو انا خرجت بره وعملت مشكله انا بره خالص. وانت عارف بره خالص مع الخواجه يعني مش بره خالص ماتش يعني ست سبع ماتشات. يعني انت بتسلم عليه ومكشر في وشه بره 10 ماتشات. فالحمد لله يعني الواحد كان يعني بيحاول يطلع باقل خسائر. يعني حتى هو كان معايا كنا نتعشى مع بعض فبسرعه كده، فبيقول لي انا انت عارف انا بحبك جدا صديق، فبقول له يعني شكرا. انا كنت قال لي انت ما كانش تفرق يعني، انت كنت تلعب اساسي تلعب في مكان غير مكانك تطلع بره خالص تعرف. ما كانش عندك مشكله. طب بص يعني من ضمن الحاجات اللي بتقولها فعلا عشان نرسخ، ما هو ده اللي انا بقوله، المفاهيم الصحيحه اللي الواحد اتعلمها وعارفها على الاقل. يعني انت في ماتش النهائي بتلعب سيرد باك، نزلت في ديفندر. وقت توقيت مهم جدا نزلت ديفندر وجبنا جون اول ما نزلت تارك عالم. فاكر من الفريق المكسيكي، كلوب امريكا. كلامك صح. فهي ثقافه لعيبه شادي، وفين اللي يعني جاي منين. هنا المشكله لما بيبقى في استقدام من الاهلي او الزمالك للعيبه اللي بتيجي، لازم دي نمره واحد يا جماعه دايما بقول عليها. انا لما اجيب لعيب مش ان انا اجيب لعيب كويس وبس، ما ممكن لعيب كويس ده يجي يعمل لي مشاكل بعقليته وبثقافته. لا انا بجيب لعيب عشان يخش في المنظومه ويبقى لعيب فعلا يبقى على قد المكان اللي هو رايحه كنادي اهلي او كنادي كبير. لا دي بتبقى صعبه جدا، وتلاقيها في خاصه في الاجيال الجديده ديت قليله صح جدا يعني. صح. كابتن محمد اتكلمنا عن حسام عاشور واحمد فتحي والاثنين مؤثرين وخبرات موجوده، لكن في مباريات اللي يلعب مباراه انت رايح لا يعني هو في متغيرات طبعا. الكابتن حسام البدري كمدير فني طبعا انت شادي لما يبقى فيه لا جهاز فني ومدير فني حاطط تشكيل في دماغه من فتره كبيره، وبعدين فجاه بيحصل متغيرات ما بين ايقافات لعيبه، ما بين انذارات، ما بين طرد في اول ماتش، او يحصل مطره، او يحصل حاجات ارضي مش كويسه. بيبقى في مدير فني حاطط كل المتغيرات دي في دماغه طبعا. صح. فاعتقد الكابتن حسام البدري عنده من الخبرات الكافيه اللي هو يبقى فيه بدائل على مستوى عالي. وطالما انت لعبت في النادي الاهلي طبعا يبقى خلاص يعني انت على قد التواجد، على قد ان انت تبقى موجود في فريق كبير زي النادي الاهلي. اعتقد يمكن جت في عاشور وجت في فتحي ان هم ناس برضو عندهم خبرات عكس الناس اللي موجوده اللي هتلعب، فدي هي دي المشكله اللي ممكن تؤرق كابتن حسام البدري وجهازه الفني. فاعتقد حسام عاشور زي ما قلت لك يا شادي، انا اتصور ان هو لا زال هو افضل محور في نص الملعب في مصر حاليا. احمد فتحي برضه قيمه كبيره ما شاء الله، ما بشوفش لعيب زيه الوان تاتش والتو تاتش من قبل ما تجيله. لعيب كبير وعنده خبرات ولعيب مستواه يعني ثابت بنسبه 80-85% على مر السنين مش على مر الموسم يعني. فاعتقد حسام عاشور قيمه كبيره، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع تاني لفرقته. ايضا احمد فتحي نفس الكلام. احمد فتحي يعني انا اتمنى يعني لما هشتغل يعني في تدريب او معايا فرقه اتمنى يبقى معايا ثلاثه لعيبه فيهم الشخصيه بتاعت احمد فتحي.
مش هقول لك الفنيات بتاع احمد فتحي، لا الشخصيه بتاعت احمد فتحي، لان هو انا لما بشادي بلاقيك جنبي لعيب قوي وبتخاف على لا انا بتعدي يعني لا انا اشمعنى احمد فتحي بيعمل كده. فاتمنى من الاجيال اللي طالعه ان هو فعلا لو حد عايز يتعلم يعني ايه روح، يعني ايه اصرار، يعني ايه تحدي، هو احمد فتحي. احمد فتحي بصراحه لعيب كبير ولعيب متكامل بكل حاجه، بيلعب بدماغه وبيلعب مدافع ناحيه اليمين ولعب ناحيه الشمال، لعب في نص الملعب بيجيب اجوان وبيسدد، ويعني بيسدد باليمين وبالشمال، لعيب متكامل يعني. ف الله يكون في عون كابتن حسام البدري، ولكن زي ما قلنا طالما انت متواجد كلعيبه ثانيه في صفوف النادي الاهلي ففي مرونه عنده كابتن حسام ان شاء الله باذن الله ان هو يلعب. هديك القياده الفنيه لمده 15 ثانيه بس للنادي الاهلي، هتحط فيها حد مكان حسام عاشور، لكن خليني اروح. العصابه شكلها اتفقت عليك، واول ما عرفوا ان انت موجود معانا حصل شكلهم اتصالات وطلب يعمل مداخله. الكابتن محمود سمير كان مشرفنا الاسبوع اللي فات في حلقه اكثر من رائعه، كان فيها كواليس ذكريات جامده جدا. محمود ده برحب بيك. شادي منور الدنيا، وحشني. برحب بيك وبرحب بكابتن محمد صديق منور قناه الاهلي بيته وناديه طبعا. الله حبيبي يا محمود، وحشني والله حبيبي. الله منور الدنيا ومنور قناه الاهلي، ودايما كده بتسعد جمهورك يعني، انت ما تغيبش عنهم كتير يعني. لا لا انا بس بسلم على الدبلوماسيه. شادي موجود خلاص، انا ان شاء الله موجود على طول يعني مع التانيين بقى. طب بذمتك بذمتك وانتوا بتلعبوا كنت بتكلموا كده بذمتك؟ لا ما هو برضه محمود سمير ده برضه مش سهل برضه، حوده برضه يعني. لا دي طبعا انت عارف كابتن شادي من الناس المحترمه جدا، انا بحب محمود قوي بصراحه، وانت عارف نادرا لما تطلع من مجال الكوره بناس محترمه. صديق طبعا من اللعيبه الكبار، اللعيبه النجوم اللي الناس تحب ان هي تسعد ان هي تشوف دايما على طول على كل الشاشات. محمود برضه هتقول لي ايه للكابتن حسام واللعيبه بتدعمهم ازاي؟ تقول لهم ايه؟ اتفضل. لا طبعا بدر الله يكون في عونه، والاصابات وغياب عاشور ووليد سليمان احمد فتحي. لا الحمد لله وليد سليمان شارك تاني يوم النهارده الحمد لله. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله ويشارك باذن الله مباراه النجم، لان الثلاثه دولت من الاعمده الاساسيه في الفرقه، لعيبه مهمه جدا. عاشور طبعا غيابه هيبقى مؤثر جدا، هو احمد فتحي ربنا يكرمه ان شاء الله، البديل يسد مكانهم ان شاء الله ويفرحوا جمهور النادي الاهلي باذن الله يوم الاحد في برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله نسعد بيهم كده ونبارك لهم بعد المباراه ونشوفهم في نهائي افريقيا، وان شاء الله واخدين كاس افريقيا باذن الله ان شاء الله. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله. سيدي هرجع اللي قلت لك عليه، انت 15 ثانيه مين من وجهه نظرك وانت مدير فني اديتك القياده الفنيه هتحط مين في وسط الملعب؟ يعني انا شايف ان رامي ربيعه يعني رجله في الملعب وموجود في المنتخب ولعب في المكان ده قبل كده، وبعدين احنا يعني مش بنلعب فريق صغير او فريق ان احنا بنجرب فيه، لا فريق كبير وعنده سرعات في نص الملعب وممكن يعمل هجمات مرتده سريعه، فمحتاجه سرعات زي رامي ربيعه صغير في السن يعرف يغطي على زمايله. فاعتقد ان كابتن حسام البدري قدر في المباراه الذهاب ان هو يعمل تغيير يعني مؤثر. تقصد التغيير اللي هو عملها في مباراه الرجاء، نزل محمد نجيب بعد خروج حسام عاشور ونزله سردين. انا كمدرب تغيير موفق جدا بنسبه 100% يعني. يعني ما عملش تغيير ديفندر بديفندر، كان ممكن يحصل اهداف ثانيه في النادي الاهلي، ولكن تواجد رامي وعامل عمق دفاعي للعيبه خط النص ادى اريحيه للناس ان هي تتحرك والنادي الناس تهاجم، وقدر ان احنا نجيبنا جون في الوقت دوت. واعتقد ان هو كان تغيير موفق جدا من كابتن حسام. ورامي عنده مرونه يعني، عنده مرونه من اللعيبه اللي هي بتلعب يعني، بيفكرني بلعيبه كتير كان بتلعب مدافع وليبرو ده لو في ليبرو، وبتلعب في نص الملعب. فاعتقد ان هو عنده من المرونه الكافيه ان هو يلعب في المكان دوت. ومحمد نجيب هيستفاد باطواله طبعا مع سعيد سمير، ومحمد هاني طبعا ناحيه اليمين، ومعلول ناحيه الشمال. واعتقد من وجهه نظري يعني لو اجايي وعبد الله السعيد ووليد سليمان واسف مؤمن وعبد الله ووليد واجايي عامل عمق هجومي ليهم، هيبقى هيبتدي كده. انا من وجهه نظري كده ممكن يصبر على وليد. وجهه نظرك اللي انت عبد الله وليد ليه؟ وليد لان اللاعب تونس بيلعبوا بعنف كبير جدا، فتواجد مؤمن
مع اجايب في نص الملعب هيدي يعني هيدي فرصه ليهم. اجايب بينزل كتير في نص الملعب، مؤمن بينزل كتير في نص الملعب، عبد الله السعيد بينزل احيانا كتير في نص الملعب، ده هيدي اريحيه للدفاع تونس ان هم يتحرك براحتهم. ولكن اجايب لما بيعمل عمق هجومي كويس، لان وليد بيتحرك على اطراف كتير، هو لعيب مجتهد، لعيب مجتهد ولعيب سريع وعنده سوء حظ في الفتره الاخيره، ولكن انا عايز لعيب متواجد يعمل عمق هجومي زي اجايه، متواجد في وسط قلب دفاع تونس عشان يدي اريحيه للناس اللي هي بتشتغل على الخطوط. صح. تشتغل كويس زي مؤمن وزي وليد، عنده خبره بيضم وزي وليد. وبعدين التحامات بتاعت وليد، التحامات بتاعت وليد عكس ممكن مؤمن التحاماته ممكن ضعيفه شويه، عكس وليد سليمان عنده رجوله في التحامات بتاعته. اخترت رباعي مكملين لبعض بالظبط كده. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، حتى لو وليد لعب المباراه ديت، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى عنده حظ ويعمل اهداف ويحدث ان شاء الله. تمام، هسالك على بعض جمل بتتقال في عالم كره القدم، بس قولوا لي يا جماعه البوفيسات جاهزه بتاعه الجماهير بتاعه توقعاتهم للمباراه؟ ها؟ طيب خليني اقول لك يا صديق عن جمل مهمه جدا هي في المحاضرات بتتقال عشان نعيش الناس معانا في الصوره. بنتكلم على يقول لك التزام، تلاقيها مكتوبه كده في المحاضره بالكلام اللي احنا بنقوله. الصبر جوه المباراه، مش اللي انت مندفع والحماس ياخدك من غير صبر. بنتكلم على كلام مهم جدا كمان، احنا بنقول كلام ما بنلعبش، ما تتكلمش غلط، الكلام بيفوق الفريق، بيعدل من الاخطاء، بيصحح من الاخطاء جوه الملعب، مع اللي ده جزء مهم جدا في عالم كره القدم. ما هو شادي يعني انا لما اشتغلت في تدريب وطالب لعبت بكده، وافتكر ان انا كنت بسمع الكلام ده او الكلام ده كان بيتقال لي بستقبله بصفه شخصيه، التزام ماشي انا هبقى ملتزم وابقى عندي صبر فانت كمدرب انت لا انت مفروض كلاعب دلوقتي انت بتاخد الكلام ده خلاص يعني امين، يعني هو الراجل ده اشتغل وصهر وقعد يتفرج على الفيديو ده بتاع الفريق المنافس مره واثنين، واتفرج على مباراه الذهاب مره واثنين وثلاثه، وعارف يعني ايه لما يقول لك لما توصل للتلت ده يبقى في صبر عندك، لما توصل للتلت ده يبقى في تركيز عندك. فاعتقد لا كلام كان مهم جدا، وكلام ممكن كنت بتستقبله بشكل شخصي كلاعب فممكن ما يبقاش في دماغك يعني، لكن لما تبقى مدرب او لما تبقى مسؤول والطالب لعبتك بالالتزام وبالصبر وبالشخصيه وفي الملعب، فاعتقد ان ده كلام مهم جدا فعلا، وانا اتفق معاك تماما يعني فيها. سيناريو المباراه نتكلم من بدري وممكن في النص واحنا بنتكلم تيجي معلومه تلاقي اللعيبه كلها صح زي ما شفنا، نتكلم مع بعض احنا ما بنتكلمش، ده وارد يستفيد في حاجه اسمها كمان انت بتقعد تسمع وتشوف نسال بقى عليك. تصور تصور هو يعني في المانيا كان بيجيبوا كلينسمان زمان، كان بيقعد في المانيا يقعد يتخيل هو لعيب كوره فعلا لازم يحط سيناريوهات لنفسه. يمكن اتكلمنا على مانويل، هو حط سيناريو لمباراه صفاقس. انا بقول برضه لعيبه لازم يتخيل في المباراه، ولازم يعيش في المباراه ان هو يغمض عينه ليله المباراه او يركز، مش لازم يغمض عينه، حتى لو بيسمع موسيقى لازم يكون بيسمع هنا بس، هنا حاجه ثانيه. محمد صلاح قال يعني. يا صديق يعني محمد صلاح قال لك انا مراك من يومين عارف لو جت ضربه جزاء هلعبها كده وشوطها كده، عايش ده ثقافه ثانيه واللعيب العادي. طبعا اللعيب السوبر اللي هو بيعيش في الماتش ويسرح في الماتش وحياته كلها تبقى الماتش، مفيش حاجه ثانيه. بس انا بقول لك اللعيبه دي برضه يعني ظروفها صعبه شويه شادي، يعني خمس سنين بدون جمهور ادت ليهم مش احباط، ادت ليهم ان هم لما يبقى في تواجد جمهوري بيبقى عندهم مشاكل، بيسبب ليهم ضغط عصبي عليهم ما بيجدوش. يعني شفنا انديه كبيره في لما بتلعب من غير جمهور بيبقوا كويسين، لما بيحضر لهم جمهور بيتغلبوا، فدي حاجه تجنن بصراحه. ده شخصيه لعيب، شخصيه لعيب بيستقبل الجماهير بترحاب بحماس بيجيد عشان يروح منتخب، وفي لعيبه وفي انديه بيحضر لها جماهير بتخسر، فدي حاجه غريبه يعني. فاعتقد ان الماتش هيبقى ان شاء الله باذن الله جميل، ماتش ان شاء الله يعني. هيبقى زي ما قلت في البدايه سهل وصعب، سهل لو اللعيبه ركزت وما استعجلتش، وفي اعتقد ان الكابتن حسام حاطط سيناريو وعنده بره على الدكه لعيبه مهمين، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز حليف للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. صديق الوقت جري معاك، الكاميرا بتاعتك هيتفضل توجه كلمه اخيره، هتقول ايه؟ اتفضل.
انا عايز اقول انا مش عايز يعني مش عايز اتكلم كتير في نبذه صغيره. انا سعيد جدا ان انا كنت معاك يا شادي النهارده. انا كمان والله. وكنت وحشني جدا وكنت بقالي كتير ما شفتكش، وان شاء الله باذن الله نبقى متواجدين مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله. صديق شرفتني ونورتني، انا كمان سعدت بيك. انت من الشخصيات زي ما قالوا نجومنا من الشخصيات المحترمه، جدع، الشغل عندك شغل، والهزار هزار، والاحتراف وانت بتهزر وانا بتنرفز والاحتراف احتراف. خليني كمان اقول لك لازم تتكرر مره واثنين وثلاثه ان شاء الله، لان انت حققت بطولات مهمه وجزء مهم في تاريخ النادي الاهلي، كنت متواجد مع جيل كمان محترم. فانا كمان اتشرفت بيك وكنت فعلا وحشني، وان شاء الله كمان نتقابل ونفرح بكاس افريقيا، وبس الخطوه الاولى دي نعدي منها ان شاء الله يا كابتن احمد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شرفتني ونورتني ان شاء الله. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. ده كان حوار مع نجمنا كابتن محمد صديق. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، حقق حاجات مهمه في تاريخ النادي الاهلي، كاس عالم للانديه، بطوله افريقيا، مباراه مهمه امام الصفاقس، دوري، كاس، كل ده الراجل كان موجود فيه. قلنا بس نديله حقه كالعاده، وهي دي الفكره اللي مع حضراتكم دايما. في نجوم ما بتاخدش حقها في البرنامج ده، مفيش حاجه اسمها محدش هياخد حقه، الكل هيبقى موجود والكل هنديله حقه. كمان عايز اتكلم في نقطتين بسرعه، ونقطه بسرعه على صفحه شادي محمد بالعربي كره وجماهير على الفيسبوك، في مفاجاه لجماهير النادي الاهلي المحترمه. دي حاجه شخصيا ما حبيتش اللي احنا برنامجنا يتقلب تيلي ماتش والكلام اللي احنا بنشوفه، لان النادي الاهلي وجمهوره اكبر من كده بكتير، فما حبيتش ان انا ابقى مشارك في الكلام ده من وجهه نظري انا الشخصيه. فهتبقى على صفحتنا، هتدخلوا بكره او النهارده كمان بعد الحلقه بساعه او ساعتين، حاجه بسيطه كده مننا لجماهير النادي الاهلي المحترمه اللي هتروح وتساند وتدعم. يا رب انصرنا، يا رب فرحنا، يا رب فرح كل الاهلاويه. كمان روح الفنانة الحمراء اوعوا تنسوها، كابتن حسام البدري، اللاعبين، كلنا وراكم، كلنا معاكم، الكل في الاستاد برج العرب. بنقول للكابتن حسام البدري عندنا ثقه فيك بشكل كبير جدا، بنقول للعيبه عندنا ثقه في كل اللعيبه الرجاله اللي موجود قدها وقدود الاهلي بمن حضر زي ما انتم علمتونا. وكمان جمهور النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم كواحد منهم دلوقتي، ما قدمناش غير رجوله، جدعانه جوه الملعب، اخلاص، دعم الفريق من اول دقيقه لاخر دقيقه، ونلاقي الاداء فيه رجوله وبتاع، واللي يحصل يحصل، شيل الضغوط من عليك، شيل كل حاجه من عليك، واخلق لنفسك حاجه واحده بس، اخلق لنفسك الدافع اللي انت تمشي الجماهير اللي هتبقى موجوده دي مبسوطه وفرحان. اكيد هنهي زي كل حلقه المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، واكيد تصبحوا على الف خير. وكمان عايز اسيبكم مع جرب تدخل الاستاد.